الصلاة والسلام على رسول الله. استنى الله. أولا أهلا بكم في يعتبر أول كورس في سنة تانية هو الفاونديشن، وده كورس لذيذ يعني، هو معظمه بيزك ساينس. ويمكن هنا يمكن قبل ما عشان ما تتوهوش معانا هنوه قبل المحاضرة إن المصدر الرئيسي للمذاكرة مثلا في المحاضرة دي هي المحاضرة دكتور نفسها. صوتك شوي راخي. نعم كده كده كويس، صوتك خفيف. هيسحب هو الصوت الاول بيبتدي بالراحه ثم يتصاعد تدريجيا لا تقلق. كده كويس كده جميل يعني خلاص. نعم يعني فهو الكورس الفاونديشن زي ما قلت لحضراتكم يمكن بيعتمد في المقام الاول على المحاضرات، وقليل من اللي عايز يقرا من اي حاجه مصدر خارجي. لكن هي الفكره يعني مثلا المحاضره دي يكفي ان يعني يكفي المحاضره خلاص، يعني عشان نبقى متفقين من الاول يكفي المعلومات اللي في المحاضره دي لهذه المحاضرة بالتحديد، ماشي؟ عشان احنا متفقين وعشان احنا مش عايزين نتوهكم في أول محاضرة يعني. ده بالنسبة للكورس. لكن ما يتعلق بموضوع المحاضرة التوتال بادي فلويدز اند هوميوستيزيس، يعني هي الفكرة إن احنا هندرس دلوقتي السوائل اللي موجودة في الجسم اللي احنا بنسميها البيئة الداخلية الانترنال انفايرمنت. الانترنال انفايرمنت، الانترنال انفايرمنت دي هي البيئة الداخلية بما تحتويه بقى، يعني السوائل اللي في جسمنا دي انواعها وبما تحتويه. تحتويه من ايه؟ تحتويه من مواد كيميائيه زي مثلا الايونات اللي هي المواد الان اورجانيك سبستنس، الميه، المواد العضويه الاورجانيك سبستنس زي الانزيمز والهرمونز والويست برودكتس والفيتامينز والبروتين والكربوهيدرات والليبيدز اند سو اون، يعني المكونات كلها بتاعه السوائل في جسمنا. طيب إذا استطاع الجسم يحافظ على تركيز هذه المواد كلها اللي أنا قلتها دي ثابتة دون أن تتغير، ده اللي بنسميه هوميوستيزيس. طب ما هو يحافظ عليها ثابتة ليه؟ ما هو يعني نحافظ عليها ثابتة ليه؟ ما هو ثبات تركيز هذه المواد صوديوم وبوتاسيوم وجلوكوز ومش عارف إيه هو ينم عن ثبات الوظائف واستقرار حالة الجسم وظيفيا اللي هي الفسيولوجي يعني. وعشان كده بيقولوا ان الهوميوستاسيس ده ايكوال فيسيولوجي، يساوي فيسيولوجي. هوميوستاسيس فيسيولوجي، يقول لك عرف الفيسيولوجي، ممكن تقول لي بمنتهى البساطه هوميوستاسيس اللي هو قدره الجسم ان هو يحافظ على كل حاجه ثابته فيه دون ان تتغير. طب ما اذا اتغيرت، طب ما اذا تركيز مثلا الصوديوم اتغير، تركيز البوتاسيوم اتغير، تقوم تختل وظائف الجسم، او تركيز البي اتش اللي هو الهيدروجين ايونز، تركيز مع نسبه الهيدروجين في الجسم. ده اذا تغير حاجه من اللي انا بقولها ديت على سبيل المثال هتتغير معظم وظائف الجسم كلها ويتلخبط وظائف الجسم ويظهر بصوره مرضيه بقى. يبقى خرجنا خارج نطاق الفسيولوجي اللي هو الحاله الطبيعيه في جسمنا ودخلنا في نطاق الحاله المرضيه اللي بنسميها باثولوجي. يبقى ده بس مقدمه عشان نفهم احنا هنتكلم عن ايه دلوقتي. يبقى الهوميوستاسيس ده هو قدره الجسم ان هو يساعد على ثبات البيئه الداخليه، البيئه الداخليه لان ثباتها هو ثبات الناحية الوظيفية واستقرار حالة الجسم وظيفيا وصحيا. فإذا اختلت هذه الوظيفة دي تظهر في صورة مرض بقى أو حالة مرضية. هنشوف مع بعض كده. يبقى البادي فلويدز والهوميوستيزيس، بادي فلويدز اند هوميوستيزيس. الأوبجيكتيفز بتاعتنا اللي هي بنسميها الأهداف بتاعة المحاضرة، دي أهداف المحاضرة. هنعرف بعض المفاهيم يعني إيه انترا سيلولار فلويدز، يعني إيه اكسترا دكتور. سيلولار. أيوة دكتورة. دكتور معلش عن المقاطعة، بس اللي قاعد تشرح عليه مو نفس اللي عندنا في البلاتفورم، اللي نازلنا في البلاتفورم مو نفس اللي تشرحه. تعودوا معايا ان انا طريقة الشرح بتاعتي احيانا بستعين ببعض، لكن انا الكونتنت المحتوى واحد لكن ممكن احنا محدودين في البلاتفورم بعدد معين من الشرائح بنرفعها، فانا بركز لكم الشرائح اللي بترفع دي على المهم. لكن انا بعتبر نفسي قدامكم فيس تو فيس وقدام سبوره وبجيب انا سلايدز توضح لي الشرح معاكم، توضح لي الشرح. لكن المعلومه اللي انتم محتاجينها هتلاقيها في النسخه بلاتفورم، فركزي معايا في النسخه دي وبعد كده بشوف البلاتفورم براحتك. فركزي معايا الاول، ما تمشيش معايا يعني ركزي معايا في النسخه دي، والنسخه دي مسجله قدام حضراتكم اهو، يعني هتستعينوا بيها مره واثنين وثلاثه واربعه وبراحتكم خالص، وقدامكم مسجله يعني النسخه دي مسجله فما فيش مشكله خالص. فانا ممكن يعني ألجأ لشرايح كتير فيها صور مثلا توضيحيه فيها بتاع، مش مسموح احنا نرفع عدد كبير من في كل محاضره على بلاتفورم، ولو رفعناها حضراتكم اللي بتستغيثوا الحقونا، ده الدكتور احمد رافع 100 سلايد، ده الدكتور احمد رافع مش عارف ايه، لو انا اقول لهم الكلام ده ايه، يبقى انتوا السلايدز اللي انت ملتزمه بيها هي السلايدز اللي على بلاتفورم، لكن السلايدز اللي هشرحها دي هي سلايدز توضيحيه طريقه عرض انا بقى،
هنا اللي عامل الاثنين، انا اللي عامل نسخه البلاتفورم وانا عامل النسخه دي. دكتور احمد نعم بالله ممكن ترسل لنا السلايدات هذه اللي طب معك؟ ممكن تكمل يا دكتور وبعدين ما نتفاهم في المواضيع دي، ممكن تفهم المحاضره اساسا يعني، فهم المحاضره ده المقام الاول وبعد كده نتفاهم في الحاجات الاجرائيه دي يعني. ماشي طيب، يبقى احنا عندنا دلوقتي هنعرف ايه الكونسبت اللي هو المفاهيم اللي هي الانترا سيلولر فلويد والاكسترا سيلولر فلويد والانترستيشيال فلويدز، اللي هو نشوف مع بعض يعني ايه، يعني ايه المفاهيم دي، يعني ايه تعريفات الحاجات دي، ويعني ايه توتال بادي ووتر. طيب توزيعه التوتال بادي ووتر هتتوزع في الجسم ازاي، يعني قد ايه ميه في الانترا سيلولر، قد ايه ميه في الاكسترا سيلولر، قد ايه ميه في الانترستيشن اند سو اون ليست. يعني اعمل هنعمل الايون كومبوزيشن بتاع الديفرنت بادي كومبارتمنت، يعني التركيب الايوني في كل سائل من دول، يعني الصوديوم موجود في الاكسترا سيلولر قد ايه، الصوديوم موجود في الانترا سيلولر قد ايه، الصوديوم موجود في الانترستيشن قد ايه. ده اكسبلين زي تاثير الايدج والسكس والويت على السايز بتاع التوتال بادي ووتر ومراحلهم. بمعنى انا هل الطفل الصغير عنده نسبه ميه في جسمه قد البالغ، يعني الناس البالغين او الراجل الكبير او الكبير في السن، هل الفيميل زي الميل؟ لا طبعا في اختلافات كثيره في تركيب الميه في الجسم. وكل عايزين نمشي بقاعده، كل ما كان تركيز الدهون الفات كتير في الجسم زي كما يحدث في الفيميل يبقى تركيز الميه عندهم قليل، والعكس صحيح، إذا كان تركيز الفات يعني محتوى الجسم من الدهون قليل فتركيز الميه أكتر. يعني الاثنين بيمشوا مع عكس بعض، لكن هو الطبيعي إن في بالانس بين محتوى الفات ومحتوى الميه في الجسم. Identify what is meant by homeostasis، هنتعرف يعني إيه homeostasis أو الكنترول والفيدباك ميكانيزم، يعني نظام التغذية المرتجعة، الكلام ده هنعرفه، دي أهداف المحاضرة اللي هنعرفها الوقت إن شاء الله مع بعض. الهيومن بمناسبه المحاضره اللي على البلاتفورم يا دكتوره، مش هي المحاضره بتاعت ال، طب ثواني كده بس، ثواني مع حضراتكم ثواني بس. لا يا دكتور نفس اللي عندنا. فلو شفنا يعني هي المحاضره اللي موجوده مش مرفوعه باسمي يا دكتوره، عليها اسمي. السلام عليكم. لا اللي عليها اسمك اللي هي الاي ان اس والكيميكال ترانسميشن او ترانسميترز. لا يبقى كده اكلم الدكتور عبد الفتاح. لا يبقى هو رفع القديمه بقى، يبقى عندكم حق يعني. ايوه حقه البروفيسور بلال ودكتور عامر. صح كده، يبقى رافع المحاضره القديمه. خلاص هنبه هنا الدكتور عبد الفتاح، او هبعت لكم انا المحاضره على ابعتها لمحمد دلوقتي الحين. نعم لانه ابعتها لمحمد حسين على ال... طيب هبعتها لك على البتاع يا محمد. طب ممكن تدوني ثواني بس على ابعت لك المحاضره، اللي عايز يتابع معايا يتابع، بس هو يفضل تتابعه بس العرض وبعد كده ابعت لك المحاضره مش مشكله. خلاص دكتور دكاتره يكون افضل يا دكتور. تمام الحين عشان ناخذ نوتس معك. حاضر هبعت لحضراتكم دلوقتي، ثواني انا معكم في العرض اهو.
وصلت المحاضرة يا دكاترة؟ ايوه يا دكتور. ايوه وصلت. طيب اوكي. لا وفي اختلافات بسيطة بين العرض وبين المحاضرة، سجلوا نوتس بقى براحتكم على النسخة اللي عندكم يعني. نشوف بقى يعني ايه body fluids. body fluids احنا اتفقنا ان جسم الانسان بيتكون من سيستمز مختلفة، يعني الجهاز الهضمي digestive system، الجهاز الدوري اللي هو circulation او cardiovascular system، يعني انظمة مختلفة، الجهاز البولي، الجهاز التناسلي and so on، جهاز التنفس، يعني في انظمه مختلفه او سيستم مختلف. وكل سيستم مكون من مجموعات اورجان، يعني بمعنى اخر يعني الدايجستيف سيستم ده مكون من ايه؟ مكون لو بدانا من الاول خالص هتلاقي مكون من الفارنكس يعني او الماوس يعني الفم، وبعدين الفارنكس يعني البلعوم، وبعدين الاسوفجس يعني المريء، وبعدين المعده ستومك، وبعدين الانتستين، وبعدين عندنا ملحقات القناه الهضميه زي الليفر والبنكرياس والسليفري جلاند، يعني اورجانز كتيره هي بتمثل هذا السيستم، يعني في اورجانز كتيره تمثل هذا السيستم عشان تتم يبقى في تكامل وظيفي فيما بينهم. وعين كل اورجان مكون من تيشو، يعني كل اورجان مكون من انسجه، والانسجه مكونه من ملايين الخلايا، يعني مكونه من ملايين الخلايا، ده الكلام العادي اللي احنا اخذناه. يبقى الوحدة البنائية والتركيبية والوظيفية لأي عضو في جسمنا هي في النهاية هي الخلية للسل. طيب الخلية بتاعت جسم البني آدم أو الهيومن بادي بنسميها إيوكاريوتيك سيلز. إيوكاريوتيك سيلز يعني بتحتوي على نواة، مش بروكاريوتيك سيلز، يعني إيوكاريوتيك سيلز يعني بتحتوي على نيوكليس. ده الموليكولر ليفل اللي احنا من خلاله بنعد الأجندة، يعني الأجندة لابد أن تستوفي. انت بتتكلم عن سيستم، بتتكلم عن اورجان، بتتكلم عن تيشو، بتتكلم عن سيلز، ده اللي بنسميه الليفل اوف اكسبلينيشن. الليفل اوف اكسبلينيشن اللي هو احنا ازاي بنترجم او بنعمل كونسبت في اي اجنده في اي حاله بنعملها في الحاله ان شاء الله. البادي فلويدز، الايوكاريوتيك سيلز اللي هي الخلايا المتوفره في البني ادمين محاطه بمين؟ كل خليه محاطه بسيل ممبرين، جدار الخليه. جدار الخليه ده في حاجه اسمها سيلكتيف كوميونيكيشن بتوين انترا سيلولر اند اكسترا سيلولر. بمعنى ايه سيلكتيف كوميونيكيشن؟ يعني جدار الخليه او نفاذيه اختياريه، يبقى في نفاذيه اختياريه. عليكم نور. نفاذيه اختياريه بمعنى اخر ان مش اي حاجه تعدي من السيل ممبرين ولا تدخل ولا تخرج الا بمعايير وفي بارامترز، يعني في معايير معينه وفي قوانين معينه بتحكم النقل من بره لجوه او من جوه لبره. يعني في ايونز مثلا، ايون معين عايز ينتقل من داخل الخليه الى خارج الخليه، نشوف في معايير معينه تحكم النقل ده، هل هي متوفره ولا لا؟ ولا العكس صحيح، حد عايز يدخل من بره الخليه يدخل جوه الخليه، يبقى انا في شروط معينه لابد ان تتوفر في هذا الايونز وفي السيل ممبرين نفسه عشان يعدي هذا الايونز. السيلز بتحتوي على اورجانيلز اللي هي العضيات بتاعه الخليه، بمعنى اخر يعني في الخليه بتحتوي على ميتوكوندريا وعلى جولجي ابريتاس وعلى الاندوبلازميك ريتيكولوم وعلى الريبوزومز الى اخره، يعني هي الحاجات اللي موجوده داخل سيتوبلازم الخليه والنواه الى اخره. يبقى كل واحده ليهم حتى لها سبيسيفيك فانكشن. طبعا الزملاء بتوع الهيستولوجي هيقولوا الحاجات دي بالتفصيل ان شاء الله. يعني زي ما انتم شفتوا دي الخليه قدام حضراتكم، في حاجات كتير فيها، دي الاورجانيلز بقى، فيها اللايزوزومز، فيها السنتريول عشان انقسام الخليه، فيها ميتوكوندريا، ده الممبرين نفسه اللي بره، ده السيل ممبرين. يبقى السيتوبلازم بيحتوي على سموث اندوبلازميك ريتيكولوم، رف اندوبلازميك ريتيكولوم، كل الحاجات دي خاصه ببناء البروتين. جولجي ابريتاس خاص بعمليه البروسيسنج وتصنيف البروتين. وفي مايكروفيلامنت دي او المايكروتيبيولز دي لوسائل النقل جوه الخليه، وحاجات بتعمل سبورت للخليه. طيب وفي النواه بما تحتوي بقى من نيوكليار انفلوب، يعني نيوكليار سيل ممبرين والنيوكليولس والكروماتين والنيوكليار بور اند سو اون. يعني ده يعني ان شاء الله التركيب الخليه بالتفاصيل اللي شايفينها حضراتكم دي المهمه بتوعه الاخوه بتوع الهيستولوجي. لكن احنا بنستعين بس ان انا عندي هنا اللي عايز اطلع بيه من القضيه دي، ان انا عندي في بارير، في حاجز بين جوه الخليه وبين بره الخليه. الحاجز ده متمثل في جدار الخليه اللي بنسميه السيل ممبرين. هو هذا الحاجز هو اللي بيتحكم في طبيعه النقل، نقل المواد مين والى، وهو اللي بيتحكم في طبيعه التركيز. مواد هتلاقي المواد الصوديوم مثلا تركيزه بره الخليه غير جوه الخليه، هتلاقي البوتاسيوم تركيزه خارج الخليه غير داخل الخليه، الكلورو، البروتين اند سو اون. يعني هتلاقي المواد تركيزها داخل الخليه غير خارج الخليه، وده زي ما احد ابنائنا الوقت قال ان ده بيتوقف على السلكتيف برميابيليتي او النفاذيه الاختياريه او القوانين بتاعه السيل ممبرين الخليه اللي بتخضع له المواد، انت تعدي انت ما تعديش اند سو اون.
وبالمناسبة الموضوع ده، ده موضوع المحاضرة اللي جاية بالتفصيل، القوانين دي، دي موضوع المحاضرة القادمة إن شاء الله في الكورس. يعني البادي كومبوزيشن بقى، إحنا عادة لما بنقول مثلا ضربات قلبك متوسطها 70 ضربة في الدقيقة، فنقصد بها إيه؟ يعني بنقصد بالحاجات اللي هي النورمال ليفلز اللي بتدرسها على الجسم البني آدم، أي مستوى طبيعي. أقول لك معدل الصوديوم الطبيعي يساوي كذا، معدل الكالسيوم الطبيعي يساوي كذا، مش عارف إيه، ده المقصود بمين؟ هل مقصود ان انا بتكلم على الطفل الصغير ولا الراجل الكبير في السن المسن ولا الشاب؟ لا، المعايير اللي بنقولها في الطب عامه اللي هتسمعوها، حط في اعتبارك ان هذه المعايير تبقى في مين؟ في شخص عنده 20 سنه، يبلغ عمرا 20 سنه، 20 عاما، نمره 2، وزنه لا يتعدى 70 كيلو، وزنه 70 كيلو، طوله 170 سم، اللي بنسميه الستاندرد. يبقى ده دي المعايير المثاليه. يبقى انا لما اقول اي قيمه في الطب، معنى كده ان القيم الطب مش ابسوليوت فيجر، ما فيش حاجه اسمها تيجي تقول لي يا دكتور ضربات القلب بتساوي 70 ضربه في الدقيقه، اقول لك غلط، اقول لك غلط. اي قيمه في الطب لابد ان تعبر عنها برينج، تقول تتراوح من الى، يعني اقول لك ضربات القلب بتساوي كام، تقول لي من 50 ل 100. الله، يعني هو 50 دي ممكن تبقى طبيعي، اقول لك تبقى طبيعي في الرياضيين اثناء الراحه، بتبقى طبيعي ضربات قلبهم قليله اثناء الراحه، في الرجال دون النساء، يعني الرجاله ضربات قلبهم اقل من الفيميل اثناء الراحه، اثناء الراحه مش اثناء المجهود يعني. يبقى هو في معايير، في الاطفال ضربات قلبهم عاليه عاليه اثناء الراحه، في الاطفال الصغيرين ده طبيعي. يبقى هي الفكره، انا لما اقول لك ضربات قلب الطبيعية تتراوح من 50 ل 100، طيب اما نقول وبتقول لي في المتوسط تساوي 70 ضربه في الدقيقه او 70 دقه في الدقيقه، الهارت ريت او الهارت ريت من 50 ل 100، وفي المتوسط 70 بيت بير مينت يعني دقه في الدقيقه. يعني الفكره ما تعبرش، ما تتعودش تعبر في حياتك عن رقم صريح وواضح كده في اي حاجه في جسمنا. جسمنا مش ماده صلبه ولا جماد، فيه كل القيم ثابته، ده حتى المستوى بيتراوح بين الليل والنهار. يعني في مستوى المواد في جسمنا تلاقي بالنهار مثلا هرمون الكورتيزول مثلا على سبيل المثال بيزيد الفجر كده مثلا، لكن اثناء النهار بيبتدي يقل بالتدريج، ده طبيعي، يعني مستوى بيقل طبيعي في الجسم عادي خالص، ويبتدي يزيد بالليل تدريجيا الى ان نصل الى اعلى قيمه له الفجر. ده مثال، يعني ما فيش حاجه في جسمنا ثابته الا في وزن رينج معين، يعني مش ثابته على اطلاقها ولا متغيره على اطلاقها. يعني انا بقول لك ضربات القلب من 50 ل 100، ما تجيش تقول لي ضربات القلب ما هي يا دكتور 120 ما تعتبر طبيعيه، اقول لك طبيعيه ازاي؟ انا في رينج معين طبيعي بلعب فيه من 50 ل 100، لو زاد عن 100 يبقى انا خرجت بره النطاق، لو قلت عن 50 يبقى انا خرجت بره النطاق الطبيعي، وهكذا. لا، اقصده ان ما فيش قيمه ثابته، قيمه محدده لاي حاجه في جسمنا لابد ان تعبر عنها برينج تتراوح من الى. طيب البروتين يمثل قد ايه من وزن الجسم عامه؟ 18% من وزن الجسم كله، يعني لو اعتبرنا ان الشخص ده 70 كيلو، 18% من ال 70 كيلو دول يساوي بروتين، والمواد اللي لها علاقه بالبروتين بقى يعني هرمونات وانزيمز ومش عارف ايه. الفات، الدهون، 15% من وزن الجسم دهون، ده الطبيعي اللي انا بتكلم فيه ده. المينرالز يعني الصوديوم والبوتاسيوم والى اخره، والحاجات اللي هي الايونات كلها والكلام ده، 7% من وزن الجسم. يبقى التوتال الحاجات دي كده تساوي زائد مين؟ يعني دول حوالي حاجه مش طبيعيه. 60%. ده هو لوحده بيقلب كده على الميوت على طول لوحده يعني. مهم، فيبقى المينرال 7%، الووتر 60%، يعني الثلاثة دول كده 40% من وزن الجسم يعني، و60% مين؟ مية. ده المكونات بتاعة الجسم. يبقى أكتر وزن الجسم مين؟ مية. يبقى أكتر وزن الجسم مية. هنا بس أحب أنبهكم إن الأطفال الصغيرين بيبقى نسبة المية أكتر من كده يعني معظم وزن جسم الأطفال مية، عشان كده بنخاف من الجفاف في الأطفال الصغيرين. يعني لما طفل بقى يبقى يتقيأ ويرجع او يجي له اسهال او من هذا القبيل، نترعب، لان الترجيع والاسهال ده هيفقدوا ميه من جسمه، ده الولد كله ميه، يعني الطفل كله ميه، فلو فقدنا ميه في الاسهال والترجيع، هنا جاءت مشكله ان الجفاف، مشكله الجفاف والديهيدريشن في الاطفال اخطر من الكبار، عمليه خطيره على الكبار. البادي فلويدز ريسبونسبل فور، البادي فلويدز عباره عن شويه ميه وداب فيها مواد عضويه اللي هي بتحتوي على الكربون اتوم، يعني المواد العضويه الاورجانيك سبستانس دي اللي بتحتوي على الكربون اتوم، اللي هي متمثله ايه المواد العضويه في جسمنا اللي هتدرسوها في البايو كيمستري ان شاء الله في الكيمياء الاسبوع ده، في محاضرات في الكيمياء. في عندكم هتبقى الكربوهيدرات اللي هي المواد النشويه، الليبيدز اللي هي الدهون، البروتينز والنيوكليك اسيدز اللي هو الدي ان اي والحاجات دي.
as well as inorganic molecules الايونز اللي هم اللي هو الايونات بقى صوديوم وبوتاسيوم وكلورايد الى اخره وبيكربونات وفوسفيت وسلفيت والكلام ده. الحاجات دي كلها الانورجانيك ايونز. يبقى عباره عن ايه البودي فلويدز؟ البودي فلويدز عباره عن ايه؟ عباره عن الميه، الميه والحاجات اللي دايب فيها، سواء كانت الحاجات اللي دايبه في الميه دي عباره عن اورجانيك او انورجانيك، دي البودي فلويدز. البودي فلويدز بتمثل حوالي ما يقرب من 65% من وزن الجسم، يعني حوالي 40 لتر، لان وزن الجسم 70 كيلو. وزن الجسم 70 كيلو، لما يكون وزن الجسم 70 كيلو اللي هو المناسب، يعني ما احنا قلنا الشخص اللي بنتكلم عليه شخص طوله 170 سنتي وزنه 70 كيلو عمره 20 سنه، ده الشخص الطبيعي اللي بنتكلم عليه في الطب يعني. يبقى هنا يبقى لما يكون وزن الجسم 70 كيلو يبقى انا 65% من ال 70 يعني حوالي 40 لتر، دول اللي هم البادي فلويدز. يبقى البادي فلويد تمثل 40 لتر من وزن كل حد في حضراتكم يعني. ايه هي الكومبارتمنت بتاعه البادي فلويدز؟ ايه اجزاء البادي فلويدز؟ البادي فلويد احنا قلنا مين الحاجز بين جوه وبره الخليه؟ السيل ميمبرين. الحاجز هو السيل ميمبرين بين جوه وبره الخليه. فنشوف اللي جوه الخليه بنسميه السوائل اللي جوه الخليه بنسميها انترا سيلولار فلويد، السوائل خارج الخليه بنسميها اكسترا سيلولار فلويد. يبقى اللي جوه الخليه انترا سيلولار واللي بره الخليه اكسترا. دي توزيعه السوائل في جسمنا، اللي اما جوه الخليه سوائل اللي ما بره الخليه. اللي جوه الخلايا تبقى اكتر، تمثل نسبة أكبر، يعني تلتين السوائل موجود جوه الخلية، حوالي 25 لتر من ال 40 اللي احنا قلناهم. قلنا 40 لتر أصلا، 25 منهم جوه الخلية و15 منهم بره الخلايا، بما يعادل تلت حجم البادي فلويدز اللي موجودة فين؟ في الجسم. يبقى اللي جوه الخلايا أكتر من اللي بره الخلايا. اللي جوه الخلايا التلتين اللي معاه 25 لتر، واللي بره الخلايا التلت بس بما يعادل 15 لتر من ال 40 طبعا. مين الاكسترا سيلولر؟ من السوائل اللي خارج الخلايا، مين دي اصلا؟ لو نشوف مع بعض، السوائل اللي خارج الخلايا تمثل البلازما. البلازما دي اللي هو السائل، الجزء اللي هو السائل اللي موجود في الدم، لان الدم عباره عن ايه؟ البلاد عباره عن ايه؟ عباره عن جزء خلايا، كرات دم حمراء وكرات دم بيضاء، ار بي سيز وبلاد سيلز وبليتلتس، يعني صفائح دمويه، وجزء سائل يسمى البلازما. يبقى البلازما دي هو الجزء السائل في الدم، يبقى ده وحده 3 لتر، 3 من ال 15 دول. والانترستيشال فلويد اللي هو السائل البنخلوي، في سوائل بين الخلايا وبعضها داخل الانسجه، كل خليه واللي جنبها في سائل مش لازقين في بعض على طول، يعني في سوائل بين الخلايا وبعضها، دي بنسميه الانترستيشال فلويد، يعني السائل البنخلوي. دول 12 لتر، وزي ما كنت شفت حضراتكم هو اعلى معدلات السوائل تواجدا 12 لتر. الترانس سيلولار فلويدز ده لتر. يعني ايه ترانس سيلولار؟ ترانس سيلولار يعني زي الدايجستيف جو بتاع الدايجستيف جوس، زي السريبروسباينال فلويد يعني العصارات في الجهاز الهضمي، زي السريبروسباينال فلويد اللي هو السائل اللي بيدور في المخ والنخاع الشوكي. في سائل كده بيدور في المخ والنخاع الشوكي اسمه السي اس اف، سي اس اف اللي هو بنسميه سريبروسباينال فلويد. دي امثله للاكسترا سيلولر فلويد، الى جانب ان في بعض السوائل بس بنسبه قليله جدا في التجاويف اللي هي البادي كافيتيز، زي البريتونيوم اللي هو السائل البريتوني اللي موجود في الغشاء البريتوني اللي موجود في البطن، او البلوره السائل اللي هو البلوره اللي حوالين الرئه، ده في سائل نسبه بسيطه جدا. في البريكارديوم، الحاجات دي كلها فيها سوائل بس بنسبه بسيطه جدا، ما نقدرش نحصيها يعني كده ونحطها كقيمه ثابته، انها نسبه بسيطه جدا، لكن موجود في الاماكن دي سوائل بس بنسبه ضعيفه جدا. طبعا الانترا سيلولار جوه الخلايا، يبقى اللي بره الخلايا يا اما البلازما يا اما السائل البنخلوي، كل ده بره الخلايا. البلازما دي ماشيه في الاوعيه الدمويه في الدم، دي بره الخلايا. والانترستيشال ده اللي بين الخلايا وبعضها يعني خارج الخليه. والترانس سيلولار ده العصارات اللي موجوده في تجاويف الجهاز الهضمي، في التجاويف يعني موجوده في الامعاء وفي المعده في التجويف، يبقى مش جوه الخلايا. يبقى السريبروسباينال فلويد ده سائل بيدور في المخ والنخاع الشوكي، كل ده حاجات دي خارج الخليه، خارج الخليه. يبقى تاني الكومبارتمنت انترا سيلولار، وده عباره عن ايه؟ الفلويد اللي موجود داخل الخلايا يعني داخل السيتوبلازم، وده 40% من التوتال بادي ووتر، من التوتال بادي ووتر، و20% يعني ده الثلثين وده الثلث، والاكسترا سيلولر 20% من التوتال بادي وود. البلازما كاحد الاكسترا سيلولر فلويد تمثل 5% من التوتال بادي وود، اللي هو الفلويد كومبوننت بتاع البلاد اللي هو الجزء السائل بتاع الدم، لان يعني الدم فيه جزء خلوي غير جزء السائل. انترستيشال فلويد ده 15% من التوتال بادي وود، ده الانتر اللي هو السائل بين خلوي، ده السائل اللي بيحيط بالخلايا او اللي موجود بين الخلايا وبعضها، واللي موجود بين الخلايا يعني بيحيط بالخلايا. ده السيل ميمبرين، ده جدار الخليه، ده جدار الاوعيه الدمويه، ده جدار الاوعيه الدمويه، ده بلاد فيزلز قدام حضراتكم، ده وعاء دموي. وعاء الدم ده فيه بلازما،
فيها كرات دم حمراء وبيضاء ومش عارف ايه من السوائل اللي هي البلازما. دي البلازما اكسترا سيلولر فلويد خارج الخليه. وعندنا الخليه اهي دي الخليه، السائل هو الخليه اسمه انترا سيلولر فلويد، والسائل اللي بين كل خليه والثانيه اسمه انترستيشال فلويد. انترستيشال فلويد بس السوائل اللي بين الخلايا وبعضها، دي خليه ودي خليه، اللي بينهم ده السائل ده اسمه انترستيشال. احنا عاده الدم في جسمنا بيمشي وهو ماشي كده بيجي عند الشعيرات الدمويه، احد انواع الاوعيه الدمويه اللي بنسميها الكابيلاريز، وبيترشح. يعني البلازما اللي هنا دي بتترشح كده، بتشوف بتترشح كده في الانترستيشن. بعد الانترستيشن تقوم الخليه تاخد ما تحتاجه من حاجات، من ايونات ومن اكسجين ومن جلوكوز ومش عارف من ايه، تاخده من هنا وتنتفع بيه. وما زاد عن حاجه الخليه وما نتج عن عمليه التمثيل الغذائي من فضلات من التمثيل اللي بنسميها الويست برودكت زي اللاكتيك اسيد وزي الكربون دايوكسيد، بتطلع من جوه الخليه وتروح الانترستيشن وتروح الدم. يبقى انا عندي عشان ماده احنا مثلا عايزين نستفيد منها في جسمنا، الخلايا تستفيد منها، تبقى موجوده في الدم الماده دي، ترشح تبقى في الانترستيشن في السائل البنخلوي ثم تدخل الخليه. طب الخليه بتنتج ماده، عايز نوديها الدم، يعني في مواد بتنتج من الخليه، تقول الماده المنتجه من الخليه تطلع الاول في انترستيشال فلويد ثم تذهب الى البلازما. والكلام ده كله احنا بنعدي حاجات كتير، بنعدي حواجز. انت عشان تطلع من الدم تيجي هنا يبقى انت بتعدي السيل ميمبرين ده، الحاجز ده بتاع جدار الاوعيه الدمويه. عشان تيجي من انترستيشال تدخل جوه الخليه انت بتعدي البارير ده، الحاجز اللي هو السيل ميمبرين بتاع الخليه. والكلام ده قلنا موضوع المحاضره القادمه ان شاء الله، نقل المواد عبر هذه الحواجز، عبر السيل ميمبرين دي. يبقى دي البلاد فيزلز الاوعيه الدمويه قدام حضراتكم فيها ار بي سيز. السائل اللي موجود هنا بنسميه البلازما، يبقى السائل الموجود في الاوعيه الدمويه اسمه بلازما. والسائل ده اهو اللي ده اهو كده، السائل اللي بين الخلايا دي كده، ده بنسميه مين؟ عادي الخليه قدام حضراتكم اهو، يعني دي الخليه اللي جوه الخليه ده بنسميه جوه الخليه، بنسميه ايه؟ دي الخليه اللي جوه الخليه بنسميه انتراسيلولر. اللي حوالين الخلايا ده بنسميه اكستراسيلولر، بنسميه انترستيشال فلويد. توزيع السوائل تاني اهو، قاعدين نوزع سوائل تاني في اكستراسيلولر يبقى بلازما، والسائل اللي بين خلايا واللي بين خلايا وبعضها، لكن اللي جوه الخليه هنا ده اسمه انتراسيلولر. يبقى الاكسترا سيلولر اللي موجود خارج الخلايا، يا اما في البلازما يا اما في الانترستيشن، يعني في السائل بين خلايا. يبقى ده الانترا سيلولر فلويد اللي جوه الخليه، والاكسترا اللي هو الانترستيشن والبلازما اللي موجوده في الدم. ايه الفرق بين الاثنين تاني؟ الفرق بين الاثنين احنا قلنا الانترا سيلولر فلويد يمثل 40% من وزن الجسم، يعني حوالي 28 لتر من لو وزن الجسم 70 كيلو. يمثل 20% الاكسترا سيلولر فلويد، يعني حوالي 14 لتر من 70 كيلو. بيتقسم الاكسترا سيلولر الى البلازما حوالي 5%، يعني ما يعادل تقريبا 3.5 لتر. الانترستيشال فلويد 15% وده يعادل 10.5 لتر. التشيف كاتاينز، يعني الكاتاينز الرئيسي، الايونز الرئيسي للشحن الموجبه الرئيسي اللي موجود داخل الخلايا، ده البوتاسيوم، وده تركيزه 140 ملي ايكويفالنت بير لتر. في حين ان الصوديوم ده الايونز الرئيسي للشحن الموجبه اللي موجود خارج الخلايا وتركيزه 145 ملي ايكويفالنت بير لتر. التشيف انايونز اللي هو الشحنات السالبه، البروتينيتس، البروتين 40 ملي ايكويفالنت بير لتر، ده الاساسي للشحنه السالبه اللي موجود جوه الخلايا. الكلام ده مهم هنحتاجه قريب حالا، يعني الاسبوع ده برضه هنحتاج الكلام ده. يبقى هنا تاني، يبقى البروتين ده بروتين هو الايونز الشحنه السالبه اللي موجود رئيسي جوه الخلايا. والكلورايد هو الايونز الرئيسي للشحنه السالبه اللي موجود بره الخلايا، 103 ملي ايكويفالنت بير لتر. الفوسفيت 75 ملي ايكويفالنت داخل الخليه، ده موجود برضو بصوره رئيسيه جوه الخليه. البايكربونيت موجود بصوره رئيسيه خارج الخليه، اللي هو البايكربونيت 28 ملي ايكويفالنت بير لتر. اداء التركيز، الصفحه دي مهمه، السلايدز دي مهمه، السلايدز دي الواحد يجيب منها 10 اسئله ام سي كيو، يعني نجيب 10 اسئله ام سي كيو. نقول لك مين ايه المين كاتايونز انترا سيلولر؟ يبقى البوتاسيوم. ايه المين انايونز انترا سيلولر؟ جيب حبه من دول وحبه من دول، يبقى انت عرفت من الصح ومن الغلط فيهم. يعني دول بتوع الاكسترا، دول بتوع الانترا. فممكن نلعب بالاسئله في الجزئيه دي كتير الحقيقه، في اسئله الام سي كيو هي المتعدده الاجابات دي. السلايدز دي فيري امبورتنت. يا دكتور عندي سؤال بس معلش. لا الاسئله يا دكاتره تعودوا بقى، تعودوا في محاضرات الفسيولوجي الاسئله مش اثناء المحاضره نهائيا نهائيا. ليه بقى؟ اللي ممكن يكون زميلك فاهمها وانت الوحيد اللي مدوها مش فاهمها، فنأجل السؤال الى اخر المحاضره. اعمل نوتس كده واكتب السؤال اللي انت عايزه، في اخر المحاضره انا هستعرض اللي انت عايزه، هجيب لك على اي استفسار، بس مش عايزين نعمل ديسكونتينيويشن للمنتاليتي عند زمايلك.
الكومبوزيشن بتاعت البادي فلويدز. ايه هي محتويات البادي فلويدز؟ نشوف كده التركيز بقى بتاع الحاجات جوه وبره. نشوف لو بره الخلية، تلك الخلية قدام حضراتكم، احنا ناخد مثال الخلية العصبية، مثال ناخد الخلية العصبية النيرفس سيلز. بره الخلايا دي، بره الخلايا وده جوه الخلية. بره الخلايا الصوديوم تركيزه كام؟ 140 ملي اكويفالنت بير لتر، في حين تركيز الصوديوم جوه الخلية 14 ملي اكويفالنت بير لتر. يبقى الفرق بينهم كام؟ 10 اهو، يبقى اكتر من اللي جوه 10 مرات. يبقى الصوديوم تركيزه بره اكتر من جوه 10 مرات، والحكمه هنعرفها ان شاء الله. في حين ان البوتاسيوم تركيزه جوه 140 وتركيزه بره الخليه 4، يبقى ده فرق شاسع بين بره وبين جوه حوالي 35 مره. يعني الفرق بين جوه بره، بره اكتر من جوه اكتر من بره 35 مره بالنسبه لتركيز البوتاسيوم خارج وداخل الخليه. انا بس عايز انوه عشان بس تبقى الامور واضحه في ذهن حضراتكم، ليه ربنا نخلي تركيز الصوديوم جوه قليل؟ ليه تركيزه جوه الخليه قليل؟ لان الصوديوم من الايونات اللي بتحب الميه جدا، هيدروفيليك ايونز. الصوديوم من الحاجات اللي بتحب الميه، وانتوا جربوا كده كلوا حاجه فيها ملح، يعني مخلل او ترشي او كده، ليه عايزين تشربوا ميه وراه كتير؟ تشربوا ميه وراه كتير، لان الملح ده عباره عن صوديوم كلورايد. صوديوم الصوديوم بيحب الميه جدا بخاصيه الاوزموز. وبناء عليه لو الصوديوم تركيزه جوه الخليه عالي اكتر من 14، هيشد ميه من الاكسترا سيلولار يدخلها جوه الخليه، اذا هتنتفخ الخليه. لما تنتفخ الخليه ده يخل بوظائفها الطبيعيه، ممكن الخليه تحصل لها ربشر وتفرقع وتموت الخليه. ده من رحمه ربنا بينا ان تركيز الصوديوم جوه الخليه قليل. من رحمه ربنا بينا اخرى ان تركيز البوتاسيوم بره الخليه قليل. طب ايه الحكمه من كده؟ ليه ربنا عامل تركيز البوتاسيوم خارج الخلايا قليل وربنا حبسه جوه الخليه وحابس البوتاسيوم جوه الخليه؟ البوتاسيوم تركيزه العالي جوه الخليه مش بره الخليه، ده 4 بس بره الخليه. لان البوتاسيوم لو زاد تركيزه بره الخليه كده بره، هيروح ينتشر للدم، يروح الدم يعني يمشي في الدوره الدمويه ويروح للقلب ويدور على القلب، تعالى يا قلب، ويقوم يوقف القلب. اذا البوتاسيوم العالي، البوتاسيوم الزايد ده بيوقف القلب وهو منبسط. احنا عارفين القلب بينقبض وبينبسط، ده شغله، سيستول ودايستول انقباضا وانبساطا، ده شغل القلب كمضخه بيملى ويفضي. فهو بيجي عند القلب كده البوتاسيوم لما يكون زايد، يقول له تعالى يا قلب انت في انهي مرحله؟ يقول له انا في السيستول، يعني في الانقباض. يقول له لا مش عايزك دلوقتي. امال انت في انهي مرحله دلوقتي؟ انا في الانبساط. اثناء انبساط عضله القلب وهي منبسطه، يقوم البوتاسيوم يخليها منبسطه على طول، ما عادتش بتنقبض. إذا القلب ما عادش بيضخ دم للدورة الدموية، ما عادش بيضخ دم لأجزاء جسمك، إذا هذا المريض مات. إذا البوتاسيوم ده ممكن يؤدي إلى الوفاة إذا زاد تركيزه في الدم، ومن حكمة ربنا إن ربنا حبسه جوه الخلية ومقلل تركيزه بره الخلية. هذا الحكمة إن البوتاسيوم ليه مش زايد بره. نيجي للكلور، كلور بره 100 جوه 4، ده تركيز الكلور، يعني بره وجوه حوالي الفرق 25 مرة. البروتين جوه 16 جرام برسنت، جرام برسنت، البرسنت يعني جرام في 100 مللي هي نفسها الديسيليتر، يعني جرام بير ديسيليتر هي نفسها البرسنت، هي نفسها ال 100 مللتر، جرام بير 100 مللتر هي نفسها. يبقى انا عندي هنا البروتين جوه الخليه 16 وبره 2، والفرق يبقى 8 مرات. يبقى انا دي السلايد ده لحضراتكم، فيري فيري امبورتنت. ده المحاضره هي دي اصلا، يعني المحاضره احنا بنتكلم عن الهوميوستيزيس، يعني توزيع كل ايونز في مكان، وهو ده الهوميوستيزيس، ان ربنا محافظ على كل واحد في تركيز في الجزئيه بتاعته ثابت. بمعنى جوه الخليه دول تركيزات ثابته جوه الخليه، وبره الخليه اكسترا سيلولار دول تركيزات بتاعتهم ثابته، هو ده الهوميوستيزيس. لو اختل تركيز جوه او بره تختل الوظائف كلها. يعني لو اختل حد من دول تركيزه، يعني التركيز اللي جوه اصبح هو جوه زي بره، دي ماساه على فكره، يعني زي ما قلنا ممكن توقف القلب مش عارف الاكل. يبقى دي الفكره او الحكمه، ان توزيع الايونات جوه وبره الخلايا غير متساوي، لحفاظا على الوظائف العامه اللي هي بنسميها حفاظا على البيئه الداخليه في الجسم. ما هو البيئه الداخليه دي انت لو حافظت على الحاجات دي ثابته، اذا وظائف الجسم الحيوي تفضل ثابته. بمعنى اخر ان ضربات القلب تفضل ثابته، التنفس يفضل ثابت، درجه الحراره تفضل ثابته. لكن اذا انت لو اخليت بحاجه من دي، يبقى الوظائف الحيويه هتختلف كلها، ضربات القلب هتتغير، ضغط الدم هيتغير، درجه الحراره هتتغير، الاوزمولاريتي في الجسم هتتغير، حجم البول هيتغير، مشاكل كتير هتحصل، يعني درجه التركيز والوعي عند الناس هتتغير وهكذا. نشوف ده اللي انا قلته لحضراتكم، ان دي الانترا سيلولر وده الاكسترا مين سيلولر. ففي دايما حركه دائبه من حركه، دي حركه الايونات
يعني الصوديوم لو قلنا على سبيل المثال الصوديوم تركيزه فين اعلى؟ بره اهو، تركيز الحاجات الاساسيه بره، يبقى الصوديوم والكلور والبيكربونات اهم الحاجات اللي موجوده بره، قول معايا جوه الخليه المغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفات والبروتين، دول عاملين حاجه اسمها اوزمولاريتي. يعني الاوزمولاريتي يعني تركيز الايونات في السائل اللي موجود هنا، تركيز الايونات في السائل اللي موجود بره والسائل اللي موجود جوه. اذا الايونات الرئيسيه اللي جوه الخليه مغنيسيوم وبوتاسيوم وفوسفات وبروتين، الحاجات اللي موجوده بره الخليه الاساسيه الصوديوم والكلور والبيكربونات، الحاجات دي وتركيزها وهي دايبه في في السوائل وتركيزها اسمها اوزمولاريتي. اوزمول عاملين كام اوزمول؟ هتلاقي الاوزمولاريتي بقى مجموع دول ومجموع دول جوه زي بره، الاوزمولاريتي النهائيه اهي 290 ده 310 اوزمول. الاوزمول دي وحده الاوزمولاريتي. يعني ايه الاوزمولاريتي؟ يعني الوحده دي اللي بتتحكم في نقل الميه. طالما الاوزمولاريتي هنا زي هنا يبقى الميه ولا داخله ولا خارجه، يبقى انا حافظت على محتويات الميه اللي في السوائل اللي هي خارج الخليه ثابته، وحافظت على محتويات الميه جوه الخليه ثابته، وده لا يخل بوظائف الجسم. يبقى الاوزمولاريتي هنا ثابته جوه الخليه هي نفسها اللي بره، يبقى الميه ولا داخله ولا خارجه، الميه بالتحديد، لان الاوزمولاريتي دي هي الخاصيه اللي بتتحكم في نقل الميه عبر الخلايا. ده مثال هو عشان نشوف التركيز وحافظ عليه. نسبه الووتر في التشو، يعني نسبه الميه في الانسجه المختلفه. يعني في النيو بورن الاطفال الصغيرين الجسم من 80% من وزن الجسم ميه. شوف المعظم وزن الطفل اهو ميه. في النيو بورن لما حديث الولاده الاطفال حديث الولاده يعني معظمه ميه، الطفل 80% من وزنه ميه. وعشان كده قلت لحضراتكم بنخاف من عمليه الجفاف، امراض الجفاف يعني اللي هو الترجيع والاسهال والكلام ده والنزلات المعويه في الاطفال، بتبقى تمثل رعب بالنسبه للدكاتره اكتر من اهل المريض، اهل الطفل نفسه يعني. لان انا الولد بيرجع هو الولد هيفقد مني، هيروح مني اوانطه يعني، ده هو الولد ما فيش ميه، معظم جسمه ميه. بص هنا هتلاقي في الادلت ميل، 60% من وزن جسمهم ميه، الادلت فيميل اقل شويه. طب اقل شويه ليه؟ اقل ليه؟ هم 50% عشان الفيميل عندهم نسبه دهون اعلى من الميل، عندهم نسبه دهون في جسمهم اعلى، محتوى الدهون في الجسم بتاع الفيميل اعلى من الميل، فطالما نسبه الدهون في النسبه عاليه يبقى الميه تقل زي ما اتفقنا. في الكبار في السن 45% بس من وزن جسمهم ميه، ده في الكبار في السن. احنا لما اجي نقيس السوائل في جسمنا بنقيسها بحاجه اسمها معادله كده. دي المعادله لما بيقول لي مثلا انا عايز احسب كميه ميه في حته معينه في الجسم. في نظريه اسمها الداي ديليوشن برينسيبل، انا مش هدخل في تفاصيلها، انا مطلوب منكم اسمها بس، لكن هي لها تفاصيل كثيره وفي انواع للصبغات كثيره. وعشان تحسب الانترا سيلولار فلويد له صبغه معينه، وتحسب الاكسترا سيلولار له صبغه، والانترستيشن له صبغه، يعني كل حته عايز تحسب كميه الميه فيها لها صبغه معينه بتمتحنها في المريض وترجع تحسبها وتشوف تركيزها قد ايه. وفي النهايه انا هطبق المعادله دي. المعادله دي حجم السائل اللي انت عايز تعرف، انت عايز تعرف حجم الاكسترا سيلولار فلويد هنحقن صبغه معينه. الصبغه اللي انت حقنتها وانت عارفها ده انت اللي حقنها في العيان. يعني كميه الصبغه دي اللي انت حقنها، انا حقن مثلا 2 جرام ماشي في العيان، هي دي الاماونت اللي انا عارفها اهو. وبعد كده اسحب عينه الدم واشوف تركيز الصبغه دي في ال1 مللي من حجم الدم. يعني اجيب 1 مللي مثلا مللي دم من العيان اسحبه بالسرنجه واشوف تركيز الصبغه دي في ال1 مللي قد ايه، واقسم الكميه اللي انا حقنها على التركيز دوت اللي انا عرفته دلوقتي، اقسم ده على ده يديني حجم السائل اللي موجود في الصبغه دي. دي الفكره عشان تحسب السوائل في اي حته في الجسم يعني ان جنرال بسرعه عامه، لكن مش هنطرق لها كتير، بس جاست تعرف ان في معادله لحساب السوائل في الجسم. كميه الميه لما انت تعرفها عشان تتعامل مع المرضى، دي معلومه لحضراتكم عشان انتوا تبقوا دكاتره يعني. يعني عايز احسب كميه الميه اللي محتاجها الشخص يوميا مثلا، لو انت هتحسبها باللتر، باللتر يعني احنا هنحسبها باللتر اهو، يبقى الوزن وزنك انت، وزنك مثلا 70 كيلو، وزنك 50 كيلو، يبقى الوزن يتحط هنا بالكيلو جرام، اضربه في 30 وتقسمه على 1000 يطلع الكميه باللتر. لو انت عايز تعرف الكاسات، عدد الكاسات اللي تشربها، مش باللتر يعني عدد الكاسات، يعني كم كاس تشربه في اليوم، هتجيب الوزن وتضربه في 30 وتقسمه على 250 يطلع عدد الكاسات المفروض او الاكواب اللي المفروض تشربها يوميا. دي طريقه ممكن تعتمدوا عليها في حياتكم، ان انت نسبه الميه في جسمك تحافظ عليها ثابته بالمنظر ده. الووتر بالانس، التوازن المائي. الميه احنا قلنا بتمثل 60% منين؟ دكتور بس لو تقدر ترجع بس شويه السلايد اللي قبل. اتفضل يا دكتور اعمل ايه؟ لو تحسبها باللتر يبقى المعادله دي، لو تحسبها بعدد الاكواب يبقى المعادله دي، كميه الميه اللي الووتر بالانس.
الووتر بالانس يعني الميه بتمثل قلنا 60% من وزن الجسم في مين؟ في الادلت، مين؟ في الرجال البالغين 60%، 50% في الومن، عايزين نكرر اهو، 70% في الاطفال نسبه عاليه، ممكن توصل 80%. واحد يقول لي انت في السلايد اللي قبلها قلت 80 يا دكتور، هنا بتقول 70، اقول لك انت لو اخذت بالك هنا في التشيلدرن، هناك في النيونيتس، النيونيتس يعني الاطفال حديثي الولاده، نيونيتس اهو شوف النيونيتس، نيونيتس او نيوبورن الطفل حديث الولاده يعني الشهر الاول من عمره ده 80%، لكن بعد كده في مرحله الطفوله تبقى 70%. يعني يا جماعه بركزوا في الارقام، 70% في الاطفال تشيلدرن، لكن في النيونيتس حديث الولاده الشهر الاول من عمرك 80% من وزن جسمك ميه. كل ما بنكبر في السن بقى بيقل مع الاولد ايج، نسبه الميه بتقل توصل 45% من وزن البادي ووتر. نعم نيو ايش؟ نيو بورن، نيو بورن يعني حديث الولادة. البادي ووتر كيبت كونستانت باي ادجست الووتر انبوت والاوتر، يعني ايه؟ يعني انا عندي نسبة مية في جسمي 40 لتر طبيعي، انا كراجل بالغ عندي 20 سنة وزني 70 كيلو 170 سنتي، يبقى المية في جسمي 40 لتر، مية في جسمي كام؟ 40 لتر بما يعادل 60% من وزن الجسم، يبقى المية في جسمي 40 لتر. انا المفروض اعمل ايه؟ اشرب مثلا شوف كل يوم 2 لتر ميه متوزعين بقى، الشرب ده عصاير وميه ومش عارف واكل وشرب وكلام من ده، يبقى ده 2 لتر ميه. طيب لازم اتخلص من 2 لتر ميه قدامهم يوميا، يعني انا خدت الانبوت ده اللي انا بشربه يوميا 2 لتر، وده اللي بخرجه كل يوم، بخرجه عن طريق البول اليورين، بخرجه عن طريق العرق، بخرجه عن طريق هواء الزفير الى اخره، يبقى لازم اخرج 2 لتر برضه. يبقى انا هاخد 2 لتر ميه اخرج قدهم كل يوم، يبقى الكلى لازم تكون شغاله كويس وحجم البول يبقى طبيعي عن صون عشان احافظ على المحتوى المائي الطبيعي في الجسم ثابت. يعني انا عندي 40 لتر ميه في جسمي، اشرب 2 لتر كل يوم، لازم اتخلص من 2 لتر برضو كل يوم عن طريق البول وعن طريق العرق الى اخره، عشان ما يحصلش حاجه اسمها هايدريشن. هايدريشن يعني زياده نسبه الميه في الجسم. طب هي زياده نسبه الميه في الجسم مضره يا دكتور؟ اقول لك مضره. مضره ازاي؟ ابسطها على الجهاز العصبي، بتجيب العيان بتهيج الجهاز العصبي، بتهيجه والعيان يتشنج ويقعد يجي له رجف، يقعد يرجف كده ويتشنج ويترعش، يقول له شيفرنج وتريمورز وكونفالجن، حاجات زي مريض الصرع بالظبط، يعني بتهيج الاغشيه الخلايا العصبيه وتجيب حاجه زي الصرع بالظبط. يبقى الميه لما بتزيد عن حدها ما يصحش، وطول ما تشوف انت شربت 3 لتر ميه طول ما الكلى سليمه هتتخلص من ال 3 لتر ميه، جميل. لكن لو عندك مشكله في الكلى، هنا الماساه بقى، انت شربت ميه كتير والكلى مش شغاله كويس، الميه هتتحبس في جسمك وهيزيد تركيز الميه في جسمك، ولما يزيد تركيز الميه في جسمك هو ده مين؟ يقوم يعمل لك عمليه التشنج دي بقى، عمليه اللي هو هيجان الجهاز العصبي. هو ده اللي احنا نرجوه من كلمه هوميوستيز. هوميوستيز انا احافظ على نسب كل حاجه ثابته في جسمي، اي خلل زياده او نقص في نسبه اي حاجه في الجسم بتخل بالجسم من الناحيه الوظيفيه، ممكن نوصل الى مرحله مرضيه، ده اللي اقصده. يبقى هنا ده اللي بيبقى البادي ووتر عشان تحافظ عليه نسبه ثابته في جسمك، لابد يكون الانبوت اللي انت بتاخده لكميه الميه اللي بتتناولها يوميا اي قد كميه الميه اللي بتفقدها يوميا، ده القانون اللي يمشي عليه جسمك. طب دكتور في الاولد ايج للميل والفيميل ولا ما يفرق؟ ما بتفرقش قوي في الميل والفيميل. خلاص شوف الولد ده او عنده ده 73 مثلا، طفل اهوت بعد ما طفل شهور مثلا 73. يعني انت لما تقول في الاطفال الرينج تقول من 70 ل 80%، الاطفال لما تقول رينج يعني بتتراوح مين؟ من 70 ل 80% من وزن جسمهم ميه، 45 اهوت 40 في ده 50 في دي الرياضيه ولا التخينه؟ دي البدينه، دي البدينة. لما تكون واحدة بدينة يعني عندها دهون كتير يبقى 40% عشان الدهون كتير يبقى المية تقل، لكن دي مش بدينة يبقى 50% وزن جسمها مية و60 من وزن هذا الشخص مية، ده الأدلت. احنا الانبوت اليومي يعني المفروض اشرب يوميا كمية مية حوالي 2 لتر ب 400 ملي، يعني حوالي 2 لتر ونص تقريبا، يعني ناقصين 100 ملي، يعني 2400 ملي لتر بير دي. ده الطبيعي يا جماعه، نشرب ميه في اليوم لترين و400 ملي ونفقد اوتبوت، نفقد لوس، نفقد 2400 قدوه عشان نحافظ على مين؟ على الووتر بالانس، يعني كميه الميه ثابته في جسمنا، في توازن مائي اللي انا اتناوله قد اللي بفقده عشان يفضلوا من ال 40 لتر في جسمي ثابتين ما يتغيروش ولا زياده ولا نقص. طب انا الكميه بقى بص كده،
انت هتتناول ميه عن طريق ايه؟ اولا شرب عادي خالص، شرب ميه عادي خالص، يبقى بتشرب ميه عاديه كده بيور ووتر كده اهو، ميه نقيه كده اهو، حوالي 2200 مللي ميه. 2200 مللي دول اكسوجينس ووتر. طب الباقيين ال 200 مللي التانيين بقيت 400 دول اندوجينس. يعني ايه اندوجينس؟ يعني انت لما بتاكل اي حاجه، اي نوع من الاكل، بتاكل لحمه، بتاكل دهون، بتاكل نشويات، النشويات دي بيتم لها عمليه تمثيل غذائي اسمه الميتابوليزم. بالتمثيل الغذائي بينتج عن الاكسده بتاعه المواد الغذائيه دي في جسمنا ميه وكربون دايوكسيد. دي دوره اسمها كريبس سايكل، لو انتم عارفين يعني. كريبس سايكل دي الدوره بتاعه الاكسده بتاعه المواد الغذائيه في جسمنا عشان نحصل على الطاقه. اثناء هذه الدوره في الحصول على الطاقه، في بينتج من اكسده المواد الغذائيه في جسمنا ميه، فبينتج 200 ملي ميه من الاكسده. يبقى 200 ملي من اكسده الاكل اللي بناكله زائد 2200 دي ميه، ميه وعصاير، يعني ميه بقى، ميه وعصاير واخر وسوائل. 2200 دول 2400 دول انت تاخدهم يوميا. طب هتفقدهم ازاي بقى؟ هنفقد في صوره ايه؟ insensible water loss from the skin، يعني نتح غير محسوس عن طريق الجلد، مش عرق. في فرق بين العرق والinsensible water loss، من عن طريق الصغور بتاع الجلد. الجلد فيه صغور انواع، في صغور للجلد نفسه وفي صغور للغدد العرقيه. اللي الميه بتفقد من صغور الجلد عادي خالص، بتتبخر كده في الشارع طول ما احنا قاعدين ونايمين وصاحيين وكل حته، ده غير العرق. دول 700 مللي. العرق بقى 100 مللي، نفقد 100 مللي عن طريق العرق السويتنج. الفيسز البراز في الجهاز الهضمي بتفقد 100 مللي مع الفيسز، مع الاستول يعني، مع اليورين البول 1500 مللي. لو جمعت دول كلهم يطلعوا 2400 مللي. يبقى انا بفقد ميه عن طريق الحاجات دي طبيعي، وبتناول ميه عن طريق الحاجات دي طبيعي، ولابد ان يكون هذا يساوي هذا عشان يفضل مين كميه الميه في جسم ثابته. ده الووتر بالانس. دكتور ايه اهميه الميه في جسمنا يعني؟ يعني هل الميه لها دور في جسمنا؟ يعني الميه لها اهميه في جسمنا؟ اولا الميه مهمه عشان كل التفاعلات الكيميائيه اللي بتحصل في جسمنا، عشان اي تفاعل كيميائي يحصل في الجسم عايزين ميه. بتشتغل مذيب لكثير من المواد العضويه في جسمنا، مذيب يعني لازم في حاجات بتدوب في الميه كتير في جسمنا. بتنظم درجه الحراره عن طريق العرق، هو العرق ده ميه، يبقى هو بتنظم درجه الحراره بتاع الجسم، ريجوليشن للبادي تمبريتشر. يعني بتخلي في بعض الحاجات اللي في جسمنا لو حصل فيها جفاف تبقى مرض. يعني الماوس، الماوس اللي فيه لعاب طبعا، واللعاب ده ميه، ده بيحافظ على رطوبه الفم بتاعه. وزي ان شاء الله تاخدوه في النيوتريشن ميتابوليزم ده في سنه ثانيه، في الترم الثاني ان شاء الله، في ثالثه الترم الثاني هتاخدوا اهميه السليفري سيكريشن في الماوس، اهميته بنعمل تسوس الاسنان وبنعمل مش عارف ايه. يعني اهميه الميه حاجه مهمه جدا في الماوس. في العين، في الجفاف في العين ده مشكله، لدرجه ان ده مرض في العين، لدرجه ان العيانين اللي عندهم جفاف في العين مفيش دموع يعني، بياخدوا قطره يعني ارتفيشال تيرز، يعني دموع صناعيه، قطره بيحطوا قطره في عينيهم. والنوز، النوز ده برضو عشان جفاف النوز ده مشكله، بتعمل اريتيشن في النوز والعين يقعد يعطس كل شويه ومشاكل وتعيب. الميه مهمه، مويست يعني بترطب بعض الاماكن في جسمنا، الفم والعين والانف. بتساعد الدايجيشن طبعا، العصارات بتاع الجهاز الهضمي كلها فمعظمها ميه. بتساعد الامتصاص، في مواد لازم تدوب في الميه عشان تمتص ويستفيد منها الجسم، يعني تمتص من الجهاز الهضمي وتروح الدم. الترشيح في الكبيره اللي انا قلته من شويه، مش قلت لكم البلازما بتترشح وتروح للانترستيشيوم وعين الخلايا؟ ما ده كله ده ميه، انا برشح بلازما دي، البلازما دي معظمها ميه، كلها ميه تقريبا، حاجات بسيطه بس اللي اورجانيك وان اورجانيك سبستانس. الاكسكريشن في الجي اي تي عشان تنزل الاستول او البراز في الجهاز الهضمي برضو لازم يكون فيه ميه عشان تسهل عمليه نزول البراز ده، وعشان تسهل اليورين النزول. البول كله ميه في الكدني، البول اليورين كله ميه، الميه دي تخلص من المواد السامه في جسمنا عن طريق البول. الريفراكتيف ميديا اوف ذا اي يعني الاوساط اللي خاصه بكسر الاشعه، كسر الاشعه في العين، زي حاجه اسمها السائل المائي والسائل الزجاجي في العين، دول فيهم ميه عشان يساعدوا على الاشعه تدخل، اشعه الضوء تدخل العين وتشوف كويس. طب انت بتتحكم في كميه الميه ازاي؟ كنترول بتاع الووتر بالانس، والكنترول بتاع احنا البالانس قلنا انبوت يعني اللي احنا بنتناوله، الميه اللي بنتناولها، والاوت بوت اللي بنفقدها. يبقى الاول الانبوت اللي هو بنتناوله، والاوت بوت اللي بنفقده. نشوف الانبوت بقى ايه اللي بيتحكم في الانبوت. ده مركز العطش، السيرس سنتر، يعني انا لما اعطش اشرب ميه. ده موجود في منطقه في المخ اسمها تحت المهاد، اسمها الهايبوثالاموس. في منطقه في المخ اسمها الهايبوثالاموس، منطقه تحت المهاد في المخ دي فيها مركز للعطش. اول ما يحصل ايه بقى؟ شوف، اول ما تزيد الاوزمولاريتي. يعني ايه تزيد الاوزمولاريتي؟ يعني يقل تركيز الميه في الدم عندنا، وبالتالي يزيد تركيز المواد الذائبه في الميه، يعني يزيد تركيزها. لما الميه قلت في البلازما بتاع الدم، تركيز المواد الذائبه هيزيد، فلما تركيز المواد الذائبه يزيد اسمها زياده الاوزمولاريتي.
الأزمات دي هتنشط مركز العطش في منطقة الهايبوثالاموس تخليك تحس بالعطش، تطلب الماء، لازم تطلب مية، أنا عطشان يا جماعة عايز مية، وهكذا. الحاجة الثانية نقص حجم الدم، هايبوفوليميا، نقص الدم. لما واحد بينزف، واحد عنده هيموريج، واحد بينزف في الجرح ولا حصل له انجر وبينزف، لا بقى حجم الدم لما يقل برضه هينشط مركز العطش، فبالتالي يطلب المية عشان يعوض حجم الدم اللي نزفه ده. الانجيوتنسين 2 دي مادة تنتج في الدورة الدموية عندما يقل حجم الدم، يعني عندما يقل حجم الدم في مادة اسمها الانجيوتنسين 2، هناخدها بالتفصيل ان شاء الله في الكارديو وصف في الكارديو ريسبيراتوري فيتنس كورس في الترم الثاني السنة دي ان شاء الله بالتفصيل، يعني المادة دي تطلع منين وايه دور الكلى فيها ودور الرئة ومش عارف ايه. المهم ان هي في النهاية هذه المادة بتنشط مركز العطش اذا انتجت في الجسم، يعني نتيجة نزيف مثلا او نقص او نقص الانجيوتنسين 2. الانجيوتنسين 2 دي بتنشط مركز العطش سيرس سيبت في الهايبوثالاموس، فبالتالي تطلب الميه، يبقى ده بيتحكم في الووتر انبوت. يعني هنا في الاجنده عند حضراتكم، يعني انت البادي فلويدز وازاي بيحصل لهم ريجوليشن، هو ده ريجوليشن، يعني السوائل في جسمك بتتنظم ازاي، يعني مين اللي بينظم تناول الميه، الاحساس بالعطش، مين اللي بينظم اللي هو دي الاوت بوت. بالمناسبه يعني هو في خطا في السلايدز، بس دي الكنترول اوف ووتر اوت بوت. اوت بوت يعني اخراج الميه، اخراج الميه ده مين اللي بيتوزع فيه، مين اللي بيتحكم فيه، هو حجم مين، حجم مين، حجم اليورين، حجم البول. يعني البول احنا قلنا اكبر كميه بتفقدها عن طريق اليورين، عن طريق الكلى، يعني حجم البول ده الحاجه الرئيسيه اللي بنفقد بيها ميه في جسمنا. واللي بيتحكم بقى في حجم الميه اللي نازله في البول في الكلى، في هرمون اسمه انتي ديوريتيك هرمون، الهرمون المضاد لإدرار البول، الهرمون المضاد لإدرار البول، بمعنى ده الهرمون لو اشتغل بنسبة عالية يقلل حجم البول، لو مش شغال يبقى حجم البول يبقى كتير. هذا الهرمون بيفرز من الغدة النخامية الفص الخلفي في المخ. يبقى الهرمون ده اللي بيتحكم في حجم المية اللي موجودة في اليورين، اليورين يعني اليورين ده مصدر رئيسي لإخراج المية بجسمنا. الهرمون الرئيسي هنا الاندريك هرمون، هنا الاوزمولاريتي هي الحاجه الاساسيه اللي بتحكم في الموضوع ده، هي وحجم الدم، وهرمون اسمه الانجيوتنسين 2، ده هرمون على فكره الانجيوتنسين 2. بعض التعريفات كده، يعني هوميوستاسيس هو حاله الثبات في الجسم اللي هو بنسميه تو كيب ذا انترنال انفايرمنت كونستانت، ان تحافظ على البيئه الداخليه ثابته. يعني ستيمولس اي حاجه تغير البيئه الداخليه دي، سواء كان بقى محفز حراري، محفز ميكانيكي، محفز كيميكال، محفز الكتريكال، ده بنسميه اي حاجه هتغير البيئه الداخليه اسمه ستيمولس، محفز او مثير. الفيدباك ميكانيزم لوب دي العمليه اللي احنا بنحافظ بيها على الهوميوستاسيس. الفيدباك ده الميكانيزمات دي او اللوبس دي او المسارات دي اللي هنشوفها او الاليات دي اللي بنحافظ بيها على الهوميوستاسيس ده، بنحافظ على ثبات البيئه الداخليه في الجسم ثابته يعني. طيب احنا مين اللي مسؤول عن الهوميوستاسيس في المقام الاول، عن ثبات حاله الجسم كل حاجه، يعني في تركيز الايونات ونسبه الميه ونسبه ضربات القلب وضغط الدم وكل العمليات الحيويه والوظيفيه في الجسم اللي بسببها ثباتها، هما جهازين، الجهاز العصبي وجهاز الهرمونات بتاعت الغدد الصماء، دول الاجهزه الرئيسيه اللي مسؤوله عن الكنترول بتاع كل وظائف الجسم، وبالتالي ثبات حاله الجسم من الناحيه الوظيفيه اللي بنسميها هوميوستاسيس. ده يبقى الهوميوستاسيس ان تحافظ على ثبات كونستانت انترنال انفايرمنت. اتفقنا ان الانترنال انفايرمنت اساسا اللي هي الحاجات اللي موجوده في الاكسترا سيلولار فلويد، اللي هي تركيز بقى كل حاجه في الاكسترا سيلولار فلويد اللي هو تركيز الايونات وتركيز الانزيمز وتركيز، وبالتالي الحفاظ على، وبالتالي الحفاظ على الوظائف الحيويه في الجسم ثابته. درجه الحراره بلد تمبريتشر، ضغط الدم بلد بريشر، البلد بي اتش الاس الهيدروجيني، معدلات الاكسجين والكربون دايوكسيد، الاوزمو ريجوليشن يعني الاوزمولاريتي ونسبه الميه في الجسم، الووتر بالانس التوازن المائي، مستوى الجلوكوز في الدم، دي كلها حافظنا عليها ثابته ليه؟ عشان انا في ميكانيزمات او اليات بتحافظ على البيئه الداخليه، بتحافظ على معدلات الصوديوم والبوتاسيوم والميه ومش عارف ايه، كل ده ثابته، وبالتالي بحافظ على الوظائف الحيويه في الجسم ثابته. ايه بقى الستيدي ستيت، حاله الثبات والاستقرار؟ بالانس بتوين الديماند اون ذا بودي اند فيسيولوجيكال ريسبونس تو ذيس ديماند. يعني هو في مثلا على سبيل المثال واحد بيلعب رياضه، ركز معايا، واحد بيلعب رياضه فانا محتاج ضربات قلبي تبقى 120 ضربه في الدقيقه، هل ده هوميوستاسيس ولا مش هوميوستاسيس؟ لا هوميوستاسيس، يعني هو هوميوستاسيس على الرغم ان ضربات القلب هنا اعلى من المعدلات الطبيعيه المتعارف عليها، يعني ضربات القلب 120 ضربه في الدقيقه ده عالي جدا، عالي جدا، لكن في هذه الحاله
هذه الحالة تتطلب، هو ده الديماند، هذه الحالة تتطلب مني أن ضربات القلب تزيد كي أواجه هذه الحالة من الطوارئ في صورة المجهود الزائد على الجسم اللي هو الإكسرسايز، التمرين الرياضي. يبقى الفكرة لما يكون في حاجة في جسمي مضطر أنا منها أزود حاجة معينة عشان أواجه المشكلة دي، يبقى بعتبرها في الحالة دي هوميوستيزيس. يعني ليس بالضرورة أن يكون الهوميوستيزيس هو ثبات الحالة الطبيعية، لا، أنا ممكن أطلع أو أنخفض عن الحالة الطبيعية. يعني مثلا على سبيل المثال، واحد بينزف دم، بينزل دم، عنده جرح، حجم البول قل عن المعدلات الطبيعية، ده هوميوستيزيس. يعني ده هوميوستيزيس رغم أن حجم البول ما بقاش طبيعي، لكن أنا مش ما ينفعش واحد بينزف وحجم الدم قليل وانا افقد كمان من حجم الدم عن طريق البول اليورين، تبقى مصيبه بقى. يبقى انا هصفي العيان ميه، ما فيش اقف في ميه، يبقى انا احافظ على، ما فيش داعي للبول خالص دلوقتي، يبقى انا احافظ على كميه الميه الباقيه بجسمه عشان اعوض النزيف اللي هو بينزفه عن طريق الدم. اذا هناك بعض الطوارئ، دي اللي بقدمه عندي، دي الحته اللي هي المعلومه الاخيره للسطرين دول، هناك بعض الحالات ممكن انا اطلع او اقل بالمعدلات الطبيعيه، ازيد عنها او اقل عنها. انا قلت لكم مثال زياده ضربات القلب لما تزيد عن المعدل الطبيعي زي الاكسرسايز، زي يعتبر طبيعي وهوميوستيزيس، على فكره ده هوميوستيزيس. طب لما حجم البول يقل عن المعدل الطبيعي في واحد بينزف، ده طبيعي برضه هوميوستيزيس، الجسم بيتعامل مع المشكله. ما ينفعش انا بنزف دم وفي نفس الوقت انزل بول، الله، يبقى كده انا هتصفى ال 40 لتر في جسمي دول هيروحوا اوانط، يعني مش هلاقيهم بعد كده، يعني ده في وزن الجسم راح، وزن الجسم انتهى. ده اللي اقصده، ما اعرفش وصلت الرساله. يعني الهوميوستيزيس ليس قاصرا على ثبات كل حاجه في ظروفها الطبيعيه. طب احنا لو خرجنا خارج نطاق الطبيعي، ابص انا ايه المشكله، هل هي تخدم ولا تضر؟ يعني واحد بيلعب رياضه قمت مزود له ضربات قلبه ومزود له معدل التنفس من الطبيعي، ده حلو ولا وحش؟ حلو طبعا، عشان يتناسب مع المجهود الرياضي. يبقى ده هوميوستيزيس، ده حفاظا على حاله الاستقرار في هذه الحاله بالتحديد. طب واحد بينزف دم وقللت انا حجم البول، طب انا مقلل حجم البول خلاص، يبقى انا بحافظ على كميه الميه اللي فاضله في الدم دي. ما هو مش معقول ينزف وينزل كمان ميه في البول، يبقى ما فين الميه اللي في جسمه؟ يبقى الميه خلصت. هوميوستيزيس سيمي ستيت، يعني ايه سيمي ستيت؟ يعني بتحافظ على الحاله ثابته. يعني يبقى الميكانيزمز اللي بتحافظ على البيئه الداخليه ثابته، كيب النورمال سيلولار فانكشن، زي انت بتحافظ على نسبه الميه في الجسم ثابته، الايونات ثابته، المبتسم مش عارف ايه، درجه الحراره ثابته، مستوى الجلوكوز في الدم، دي امثال هوميوستيزيس، بتحافظ على الوظائف دي. البي اتش الاس الهيدروجين، الارتيريال بلاد بريشر، ضغط الدم الشرياني. يعني هنا في بعض المواد لو اختل الرينج بتاعهم ضيق، لو اختل عن المعدل الرينج الضيق ده، يعني مثلا على سبيل البوتاسيوم في الدم 4، البوتاسيوم في الدم تركيزه 4، لو البوتاسيوم بقى 5 تبقى مصيبه. شوف يعني 5، يعني مش زاد 10 ولا زاد 20، ده زاد 1 بس، يعني البوتاسيوم 4 بقى 5 ملي ايكويفالنت، تبقى مصيبه على طول. مصيبه ازاي؟ بيعمل شبه شلل في العضلات، شلل، العين بيقول لك انا يا دكتور مش عارف امشي، مش عارف احرك ايدي، انا حاسس ان انا اتشليت. يعني البوتاسيوم بيعمل سيفير ماسل ويكنس، ضعف رهيب في العضلات، يرقى الى معدلات الشلل، يعني مش عارف اتحرك. شوف لمجرد بس تغير بسيط في النارو رينج، يعني لعبه بسيط في معدلاته، البوتاسيوم 4 يعني 4 بقى 5 دي الواحد ده عمل مشكله، اعمل مشكله. البي اتش الاس الهيدروجين، مشاكل المشاكل، يعني مشاكل هو 7.4، البي اتش 7.4 نورمال، يعني طبيعي 7.4. طيب هو 7.4 ده لو زاد تبقى حاله قلويه، لو بقى 7.5 يعني 7.5، العين تلاقيته بدا يتشنج ويرجف، الله في ايه يا جماعه، ايه اللي جرى؟ طب لو شوف بقى على النقيض 7.4، لو بقت 7.2، العين يدخل في غيبوبه. الله، يعني شوف حاجه بسيطه، تغير طفيف بس في النارو رينج ده، تغير طفيف بس يؤدي الى مشكله خطيره في الجسم. ده اللي انا اقصده. يبقى انا لابد ان احافظ على هذه المستويات ثابته تحت ما يسمى هوميوستيزيس، لا اخل بالوظائف دي بالمنظر اللي شفته. ايه اللي ممكن يساعد معايا في الهوميوستيزيس؟ في بعض الاجهزه في جسمي بتساعد الهوميوستيزيس، زي الكارديوفاسكولار سيستم، الجهاز الدوري، جهاز القلب والاوعيه الدمويه، الكلى بتلعب دور مهم جدا في الهوميوستيزيس، الجاسترو انتستينال تراكت، القناه الهضميه، اللنج، الرئه، السكن، الجلد. وبالتالي هي البادي سيستم دي بتحافظ على الهوميوستيزيس. طب مين اللي بيتحكم في وظائف السيستم دي اصلا؟ مين المسيطر والمهيمن على وظائف دول عشان ننظم الهوميوستيزيس؟ يعني دول بيشتغلوا بيعملوا هوميوستيز بس من خلال التحكم فيهم عصبيا وهرمونيا.
التحكم عصبيا وهرمونيا. واضح يا دكاتره؟ يبقى الاجهزه اللي مسؤوله عن الهوميوستاسيس هي الاجهزه دي، ومن خلال مسيطرين عليهم الهرمونات والجهاز العصبي يسيطروا على وظائف الاعضاء دي في جسمنا، وهي دي اللي بتثبت كل حاجه في جسمنا. المنظر ده يبين لكم مثلا انت عندك بتاكل نيوتريانت يعني مواد المغذيه في جسمك، بتاكل جلوكوز وبتاكل بروتين وبتاكل لحمه وبتاكل مش عارف ايه، ده نيوتريانت ده بتمر في الجهاز الهضمي اهو، الجهاز الهضمي، وبعدين بنمتص. شوف الجهاز الهضمي والاكل ماشي اهو، بنمتص اللي احنا عايزينه وندخله في الدوره الدمويه للدوره الدمويه، واللي احنا مش عايزينه بنمشيه وينزل مع البراز اهو، ينزل مع البراز في الاستول ده في نهايه الجهاز الهضمي. انت بتتنفس اكسجين وبتطلع كربون دايوكسيد، بتاخد اكسجين اهو بيطلع عن طريق الجهاز التنفسي، يمر في الدوره الدمويه، الاكسجين يروح لكل الانسجه، كل الانسجه في جسمنا، ويتم عمليه تبادل الغازات على مستوى الانسجه هو خلاص. طيب وبنطلع الانسجه بتطلع كده كربون دايوكسيد، كربون دايوكسيد يمشي في الدم ويطلع عن طريق الرئه في الشارع، ده هوميوستاسيس. لو اي وظيفه من دي اختلت يبقى يخل بعمليه الهوميوستاسيس. طب ان الجسم كله، ما هو الدوره الدمويه بتمر في انسجه الجسم كله، الدوره الدمويه دي بتغذي انسجه الجسم كله، وبتاخد منها ما يسمى الويست برودكت اللي هي نواتج عمليه التمثيل الغذائي والفضلات بتاع اي جهاز او اي عضو في جسمنا، يقوم يدخل للكلى يترشح في الكلى، والكلى اثناء مرور الماده دي في الكلى لو هي ماده نافعه، يعني لو نفترض ان الجلوكوز اترشح من الدم وراح للكلى، لو نزل في الكلى كده لا الجلوكوز ده حاجه مهمه لازم ارجعه الدم تاني، ويقوم راجع الدم تاني اهو. طب حاجه انا مش عايزها، حاجه وحشه انا مش عايزها، تقوم تنزل فيها تترشح هنا او تروح من عن طريق الانابيب بتاع الكلى وتنزل في البول في الاخر، واخلص منها عن طريق البول في الاخر. ده اللي هو الجهاز الهضمي، الدايجستيف سيستم، جاسترونسال تراكت، وادي الكيدني كدني اهين، وادي الجاسترونسال تراكت اهوت جي اي تي، كارديو فاسكولار سيستم اهو ده الجهاز الدوري، وادي اللنج اهين ده اللنج، وطبعا الجلد طبعا غني عن التعريف ان هو عن طريق العرق ممكن نتخلص من مواد الضاره في جسمنا. طيب احنا عشان اي حاجه في جسمنا تتنظم يا جماعه، اي حاجه تتنظم في جسمنا، ادي الجزء اللي هينظم اللي هو الانتجريتنج سنتر، ده اللي هو الجهاز اللي هينظم اي خلل وظيفي في جسمنا. فعشان انتوا اي حاجه في الدنيا عشان تبتدي عمليه تنظيميه او تدير عمليه تنظيميه لابد ان تتلقى معلومات. يبقى اي خلل في جسمنا عن طريق المحفز، في محفز غريب غير حاجه في جسمنا، في مستقبلات هتحس بهذا التغير وتدي اشاره للمركز ده، المركز ده يبتدي يتصرف ويصلح المشكله دي، بيصلح المشكله، يبقى يروح الافكتور اورجان، يروح الاورجان المنوط بتصليح المشكله دي ويصلحها، يبعت له اشاره ويصلحها. يبقى انا اي خلل في جسمنا هيبقى فيه يطرق اي خلل، فالخلل ده هيروح فين؟ الخلل ده خلل اهو، الخلل ده هيروح للانتجريتنج سنتر، والانتجريتنج سنتر هو اللي هينظم العمليه ديت ويصلح المشكله اللي ممكن تحصل. ده اي جهاز بيشتغل كده، يعني اي نظام اداري حتى، بلاش الجسم، اي نظام اداري عشان المدير يشتغل، ده المدير اهو، ده المدير، عشان يشتغل لابد ان يكون هناك حاجه جات له اشاره من حتى من السكرتير، قال له السكرتير قال له والله في مشكله في المكان المعين، هي المشكله الاستيمولس دي المشكله، استقبلها السكرتير، السكرتير بعتها للمدير، المدير هيبتدي يبعت لواحد من الموظفين يقول له خلي بالك نظم البتاع ده، حاول تحل المشكله بالطريقه المعينه دي. هو ده الافكت، هو جسمنا بيشتغل بالطريقه دي، لابد ان يتلقى اشارات حسيه الاول، يحس بالمشكله ثم يتصرف بيها. الاحساس ده بنسميه الافرنت بتاعنا، وده اللوب ده او اللي نازل ده بنسميه الافرنت اللي هو الصادر يعني. ولما تتحل المشكله، يعني افترض مثلا جسمي الصوديوم قل، خلي بال حضراتكم انا اقول مثال اهو من واقع الحياه الطبيعيه في جسمنا، الصوديوم قل في جسمنا على المعدل الطبيعي لازم ارفعه مش كده؟ واوصله طبيعي، يعني الصوديوم قل عن 140 ملي ايكوفلنت بير لتر في جسمنا، لما يقل يقوم ينشط مستقبلات خاصه بالمشكله دي اسمها اوزمو ريسبتور، ما علينا مش مهم الوقت نعرف الكلام ده، يبقى ينشط مستقبلات، المستقبلات تبعت اشاره لمركز في المخ يفرز هرمون، وفي الغده الخزريه يفرز هرمون اسمه الالدوسترون، الهرمون ده يقوم يروح للكلى اهو الاورجان اهو للكلى بيقول لها معلش ما عدتش تنزلي صوديوم في البول، حافظي على الصوديوم وما تنزلهوش في البول، خليه في الدم مش عايزين نفقده، يبقى الافكتور. طب انا لما حافظ على الصوديوم في الدم وما افقدهوش يبقى الصوديوم يرجع بالتدريج الى معدلات الطبيعيه، يبقى انا عملت حاجه اسمها نيجاتيف فيدباك ميكانيزم، يعني عملت انهبيشن للستيمولس، كان الصوديوم قليل انا رفعته خلاص، يبقى انا ده ما عادش موجود، يبقى عملت له نيجاتيفيتي، يبقى انا عملت له تثبيط لمعدلات نقص الصوديوم ده لاني رفعتها خلاص ما عادش ده موجود. ده اي سيستم في جسمنا بيشتغل بالمنظر ده. الهوميوستاسيس ريجوليتد باي نيرفس واندوكراين، ايه الفرق بين، يعني انت عشان تنظم اي عمليه او اي خلل وظيفي في جسمنا في جهازين كبار بيشتغلوا، الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء الاندوكراين. الجهاز العصبي ميزته ان هو بيظبطها بسرعه بس مش تظبيط نهائي، يعني لو مثلا يعني على مستوى الجلوكوز قل في الدم مثلا، يعني
اللي قال يوم الجهاز العصبي يحاول يرفعه، لكن لسه ما وصلوش المعدل الطبيعي، لكن رفعه خارج نطاق الخطر يعني، لكن ما وصلوش لسه النطاق الطبيعي. امال من يوصله للنطاق الطبيعي ويوصله للمعدل الطبيعي؟ هو جهاز الغدد الصماء اللي هو الهرمونات، تقوم تظبطه لك وتظبطه لك على النورمال ليفل وتظبط لك التظبيطه النهائيه، بس بيشتغل ببطء شويه. يبقى اللي بيلحقني بسرعه الاول الجهاز العصبي وبيكمل وظيفته الجهاز الغدد الصماء الهرمونات. يعني ايه فيدباك ميكانيزم؟ فيدباك عشان نفهم مع بعض، هي الميكانيزمات اللي بتحافظ على مين؟ على الهوميوستاسيس او البيئه الداخليه ثابته. بمعنى اخر يعني ناخد كده نشرح عن طريق الانواع. نيجاتيف فيدباك ميكانيزم يعني نيجاتيف فيدباك، يعني لو حاجه قلت في جسمنا او مرفعها للمعدل الطبيعي يبقى انا عملت لها نيجاتيف فيدباك ميكانيزم، ده اسمه نيجاتيف فيدباك. طب لو حاجه زادت في الجسم وقمت مقللها للمعدل الطبيعي ده برضه نيجاتيف فيدباك. الله، يعني نيجاتيف فيدباك شغال في الاوبوزيت دايركشن. في الاوبوزيت دايركشن يعني في الاوبوزيت يعني في الاتجاه المعاكس، يعني لما حاجه قليله وازودها ده نيجاتيف فيدباك، ولما تكون حاجه عاليه واقللها للمعدل الطبيعي يبقى ده اسمه نيجاتيف فيدباك. يبقى الفيدباك اللي يزيد يقل للمعدل الطبيعي، واللي قليل نرفعه للمعدل الطبيعي، ده اسمه نيجاتيف فيدباك. يبقى انواع الفيدباك في جسمنا اللي بتساعد في الهوميوستاسيس وثبات كل حاجه في جسمنا ثابته، ده الميكانيزم الرئيسي وده الموست كومن، ده الاكثر شيوعا في الجسم نيجاتيف فيدباك. وهناخد امثله دلوقتي. والبوزيتيف فيدباك ميكانيزم ده بيزود، يعني بيزود استجابه المحفز. يعني ايه؟ يعني لو في حاجه زايده، خلي بالكم زايده، والجسم زودها اكتر 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 وقعد يرفع فيها في نفس الاتجاه كده، هي زايده ونقعد نزود فيها، ده اسمه بوزيتيف فيدباك. ولو حاجه قليله واقعد اقلل فيها اكتر، اقلل 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 واقعد اقلل فيها، يبقى اسمه برضه بوزيتيف فيدباك. يبقى لو زايد وزوده اكتر بوزيتيف فيدباك، لو قليل واقلله اكتر يبقى بوزيتيف فيدباك. لكن لما امشي العكس، حاجه زايده واقللها يبقى نيجاتيف فيدباك، حاجه قليله وازودها يبقى نيجاتيف فيدباك. يبقى من الاخر النيجاتيف فيدباك ميكانيزم بيعمل انهيبيشن للاستيمولس، لكن البوزيتيف بيزود الاستيمولس، يعني بيزود الاستيمولس ده زياده نزوده اكتر، لو قليل نقلله اكتر. لكن ده انهيبيت يعني عكسه، الاستيمولس زايد نقلله، الاستيمولس قليل يبقى نزوده، وهكذا. ده نفس الكلام اللي قلته قبل كده، ان احنا عندنا عشان السنتر ده يشتغل، سنتر تنظيم اي عمليه حيويه في جسمنا، عشان يشتغل لابد ان يتلقى اشارات بالخلل اللي بيحصل ويبتدي يتصرف، ده الفكره يعني. لكن اللي بيستجيب بسرعه كده، يعني انت حاجه حاجه قليله مثلا وهنزودها بالمعدل الطبيعي بسرعه يبقى ده النيرفوس. طب وانا محتاجين فتره طويله نشتغل يبقى ده الاندوكراين، بقى الاندوكراين ياخد فتره طويله على ما يشتغل. نفس الكلام نيجاتيف فيدباك ميكانيزم، بصوا حضراتكم اهو، ده المحفز زادت حاجه في جسمنا، الريسبتور هتستقبل مستقبلاتها وبعدين تدي اشاره لمنطقه التنظيم في المخ او اي ايا كان المكان اللي هينظم يعني، بس غالبا يبقى في المخ. فبعد كده بيبعت اشاره عصبيه هو للعضو المنوط بتصليح المشكله دي او تعديل المشكله دي. الاستجابه هتحصل، لما الاستجابه تحصل يبقى ضيعت مين؟ المحفز. ما دي كانت حاجه زايده ومن احنا مقللينها، يبقى خلاص المحفز ما عادش فيه زياده بقى، يبقى ده نيجاتيف فيدباك. لكن لما نمشي في نفس الاتجاه، بص، المحفز هيروح ياثر في الريسبتور، هيروح للكنترول سنتر اللي هو انتجريتنج سنتر ده، وبعد كده يروح للاورجن، وبعد كده الريسبونس يزودها اكتر. يعني المحفز ده حاجه زايده ونزودها اكتر ونقعد نزود فيها كده، رايحين جايين كده، السايكل شغال اهي، نقعد نزود فيها، ده اسمه بوزيتيف فيدباك ميكانيزم. النيجاتيف فيدباك زي ايه بقى الامثله؟ ايه الامثله بتاعت النيجاتيف فيدباك؟ يعني لو حاجه زايده نقللها ونرجعها طبيعي، لو حاجه زايده نقللها ونرجعها طبيعي، يعني نعمل انهبيشن للمحفز، اهو ده المحفز الاستيمولس اهو. حاجه زايده يعني زياده السو 2، زياده الكربون دايوكسيد، زياده ثاني اكسيد الكربون في الدم، ده لا يليق. زياده ثاني اكسيد الكربون ده بيعمل حموضه في الدم، اسيدوزس، ممكن يعمل غيبوبه في العيان، يبقى دي مشكله. هنصلحها ازاي؟ شوف بقى مين الجهاز، اهوت اللي هيشتغل، الجهاز التنفسي. طب هيشتغل ازاي؟ اهو ده السنتر اهو، هيشتغل ازاي؟ يعمل هايبر فنتليشن، يعني يزود معدل التنفس. لما تزود معدل التنفس قاعد بتطرد كده بالمنظر ده، بتطرد السي او 2 من الدم للشارع في هواء الزفير في الاكسبيريشن. لما تطرد السي او 2 انت بتعمل ووش اهو، بتطرد السي او 2 لاكسس سي او 2، تقعد تطرده لغايه ما يرجع لمعدلاته الطبيعيه، فيقعد يقل السي او 2 اهو، يقل الى ان يصل الى النورمال ليفل بتاعه، يقل لغايه ما يبقى دلوقتي واحد لو معدل السي او 2 زاد عنده في الدم يبقى التنفس يبقى سريع اللي هو الهايبر فنتليشن ده، عشان نطرد الزياده دي من السي او 2 ونرجع لمعدلات السي او 2 الطبيعيه. ده مثال اهو يا جماعه، حاجه زادت بنقللها ونرجعها للطبيعي، ده اسمه انهبيت الاستيمولس. الاستيمولس اهو زياده السي او 2، عملنا له انهبيشن يعني ضيعناه، ما عادش زياده بقى، ناقصه ورجع طبيعي في الاخر. لو واحد مثال تاني، لو واحد عنده جلوكوز في الدم زي مريض سكر مثلا، واحد عنده زياده معدلات السكر في الدم، الجلوكوز زايد، يبقى لازم الزياده دي لازم تقل عشان اعمل انهبيشن للستيمولس، ده الستيمولس اهو،
بنعمله انهبيشن. فايه من السنتر المنوط بالتنظيم هو البنكرياس، يبقى لما جلوكوز يزيد البنكرياس هو المكان المنوط بهذا التنظيم، فيزود افراز الانسولين، الانسولين يدخل الجلوكوز جوه الخلايا في الجسم فيقل في الدم اهو، يزود الجلوكوز يوتلايزيشن يعني يزود انتفاع الخلايا بالجلوكوز، يعني الجلوكوز يدخل جوه الخلايا بتاعه الجسم وبالتالي يقل في الدم. يبقى لما يقل هو الجلوكوز في الدم يرجع لمعادلاته الطبيعيه. يبقى لما الجلوكوز زاد حفزنا خلايا البنكرياس اللي هي البيتا سيلز اوف ايليتس اوف لانجرهانز، الخلايا اللي بتفرز الانسولين، فالانسولين ده هيفرز يوم يدخل الجلوكوز جوه الخلايا اسمها زياده انتفاع الخلايا بالجلوكوز، فلما الجلوكوز يدخل في الخلايا هيقل تركيزه في الدم ويرجع لمعادلاته الطبيعيه. هذا المثالين بتوع النيجاتيف فيدباك. يبقى سي زياده السي او 2 اهو يعمل هايبر فنتيليشن يعني نشط الجهاز التنفسي، يعمل سي او 2 ووش يوم يقل السي او 2 اهو، يقل معدل السي او 2 ويرجع لمعادلاته الطبيعيه. الجلوكوز لما يزيد هيزود معدلات الانسولين، يفرز انسولين من البنكرياس، يوم الانسولين ده يدخل الجلوكوز الخلايا، الجلوكوز لما يدخل الخلايا يوم يقل الجلوكوز في الدم اهو. واضح الكلام ده؟ نفس القصه على الجلوكوز، يعني ده دياجرام اخر بيشرح لك معدل لو زاد في الدم او قل الى اخره. هنا مثال للنقص، مثلا لو الجلوكوز قل في الجسم، الجلوكوز قل في الجسم، في مستقبلات حساسه للجلوكوز في البنكرياس اسمها جلوكو ريسبتور في البيتا سيلز بتاع البنكرياس. الجلوكوز لما يقل يبقى الريسبتور دي حساس، يوم يقل افراز الانسولين العكس، لما يقل افراز الانسولين اذا الجلوكوز مش هيدخل الخلايا بقى، الجلوكوز مش هيدخل، هيفضل في الدم فيزيد في الدم، يبقى كان قليل زودناه خلاص. وبعد ما يزيد في الدم يروح نفس المستقبلات ده يقول لا خلاص انا زدت خلاص. لما هو الجلوكوز سنسور في البيتا سيل، لا الجلوكوز زاد، شوف الجلوكوز لما يزيد ينشط نفس الخلايا عشان تفرز انسولين عشان الجلوكوز يقل، وهكذا الجسم شغال بالمنظر ده، جلوكوز يقل يبقى نمشي كده لغايه ما يزيد. طب لو زاد عن معدله الطبيعي نقوم نمشي كده ونفرز انسولين يقوم يقل عن معدله الطبيعي، وهكذا. ده الهوميوستاسيس. بوست فيدباك بقى يعني حاجه زايده وبنزودها، حاجه زايده يعني حتى الحاجه الزايده دي حتى لو كانت مشكله مرضيه، زي مرضى الهارت فيلير، مرضى هبوط القلب، مرضى هبوط القلب الهارت فيلير، نقص الكاردياك مين؟ واحد عنده هبوط في القلب يعني هارت فيلير، هبوط في القلب، اذا القلب مش قادر يضخ دم كويس. الكميه الدم اللي بيضخها القلب في الدقيقه اسمها كاردياك اوتبوت، كميه الدم اللي بيضخها القلب في الدقيقه اسمه كاردياك اوتبوت، يعني نتاج القلب من الدم، نتاج القلب من الدم، يعني الدم بينتج قد ايه دم في الدقيقه، بيضخ قد ايه دم في الدقيقه، اسمه كاردياك اوتبوت. فلما يحصل هبوط في القلب يبقى كميه الدم اللي خارجه من القلب قليله، ماشي. طب لما هو الدم اللي خارج من القلب قليل اذا الضغط في الشرايين في الاورطه هيقل، اللي هو الارتيريال بلاد بريشر، ضغط الدم في شريان الاورطه هيقل. طب لما ضغط الدم في شريان الاورطه يقل يقوم يقلل التغذيه الدمويه للشريان التاجي اللي بيغذي عضله القلب، لان الضغط ده هو المسؤول عن دفع الدم في الدوره الدمويه. طب الضغط قل اذا مفيش دم كافي هيروح للكورونري ارتريز او الشرايين بتاعه القلب، الشرايين التاجيه اللي بتغذي عضله القلب، فهيقل التغذيه الدمويه في عضله القلب. لما تقل التغذيه الدمويه في عضله القلب فالقلب ما يعرفش ينقبض كويس، يقوم القلب تزداد الحاله سوءا، يحصل مور هارت فيلير، هبوط في القلب اكتر يعني، والحاله تزداد، ممكن نصل الى الوفاه بالطريقه دي، حتى بيسموها ديس سايكل، ديس سايكل دوره الموت يعني. يبقى تاني، يبقى الهارت فيلير واحد عنده هبوط في القلب، فالدم اللي خارج من القلب قليل، الضغط هيقل في الشرايين، الدم اللي هيروح للشرايين التاجي اللي بيغذي عضله القلب هيبقى قليل، فلما الدم اللي بيغذي القلب قليل من القلب ينقبض بضعف، يبقى القلب ضعيف في انقباضه، لما القلب ضعيف في انقباضه يبقى ده مور هارت فيلير، يزود حاله الهارت فيلير هبوط القلب سوءا، يبقى الهارت فيلير هيقلل الكاردياك اوتبوت، الكاردياك اوتبوت هيقلل الضغط بلاد بريشر، الضغط هيعمل هارت فيلير، وهكذا يعني. دي المشكله. في مثال تاني يعني، المثال اللي فات ده مضر، ده يموت العيان زي ما قلت لكم، يعني المنظر ده كده يموت العيان، او المنظر ده بيسموها ديس سايكل دوره الوفاه، دي يموت العيان. طب هل البوزيتيف فيدباك ممكن ينفع في حاله حلوه يعني حاله نافعه؟ يعني بوسيبل في حالات ايه بقى؟ اثناء الولاده ديورنج ليبر، اثناء الولاده، ولاده الطفل، لما يولد الجنين اولا الولد راسه بتنزل في عنق الرحم، الولد راسه وهي نازله كده اثناء الولاده راسه بتبقى نازله في عنق الرحم، تقوم تعمل ايه في عنق الرحم؟ تقوم تشد عنق الرحم، تعمل استريتش لعنق الرحم، توسع عنق الرحم. لما يحصل عنق الرحم ويحصل له دايليتيشن ويوسع كده ويحصل له استريتش، يبعت اشاره على طول، اشاره لمراكز في المخ بتفرز هرمون اسمه الاوكسيتوسين، ما علينا دلوقتي مش وقته، لكن الاشاره ديت بتزود اليوتراين كونتراكشن،
الإشارة اللي بتطلع من الرحم عشان تفرز هرمون اسمه الأكسيتوسين بتزود اليوترين كونتراكشن، يعني تعمل مور كونتراكشن في الرحم، يعني انقباض في الرحم. طب لما الرحم ينقبض أكتر، خلي بال حضراتكم، يعني لما عنق الرحم وسع برأس الولا، رأس الولا بس لسه في عنق الرحم، رأس الولا وسعت، إشارة أما تعمل كونتراكشن أكتر، انقباض أكتر في عضلات الرحم نفسها. لما عضلات الرحم تنقبض تقوم تزق الولد تنزله، تقعد تنزل في الولد، تنزل في الولد، لما وكل ما الولد ينزل كل ما يمط عنق الرحم، يتمط عنق الرحم اكتر ويتشد اكتر ويبعت اشاره تعمل انقباض في عضلات الرحم، يوم الرحم يقعد ينقبض على الولد ويقعد يزقه عشان يخرجه بره، يوم يحصل ديسند في البيبي مور سيرفيكال دايليتيشن، كل ما الولد ينزل في عنق الرحم كل ما الرحم يوسع اكتر، يوسع كل ما يوسع اكتر كل ما انقباض الرحم ينزل اكتر، وكل ما يزق الولد اكتر والولد يزق ويدفعه اكتر، الولد كل ما يدفع وهو بينزل يوسع لغايه ما الولد ينزل في الاخر، مور يوتراين كونتراكشن، الكونتراكشن بتاع الرحم هيزيد اكتر، ولما الرحم يزيد اكتر وهكذا لغايه ما الولد ينزل لغايه ما يحصل ولاده تكتمل الولاده. ده مفيد اهو في عمليه الولاده، يبقى البوست فيدباك ميكانيزم مفيد في حاجه بنزودها وتقعد تزيد اهو، انقباض الرحم زاد اهو ويعمل مور زاد وبنزوده مور انكريس في الترين كونتراكشن، حاجه زايده وبنزودها، ده بنسميه بوزيتيف فيدباك ميكانيزم، ده يبقى مهم في الولاده في الليبر ولكن مضر في حالات الهارت مين فيلير. ده بصوا ده عنق الرحم، ده الرحم طبعا، وده الجنين جوه الرحم، وده السيرفكس او السيرفكس بتاع الرحم اهو، ودي الفاجينا اللي هي منطقه المهبل في الفيميل جينيتال تراكت، وده السيرفكس بتاع الرحم، عنق الرحم اللي هو هيخرج منه، وده راسه اهو اثناء الولاده، بقى راسه بتنزل الاول هنا كده في عنق الرحم، فعنق الرحم ده يتمط كده، يتمط لما يتمط يقوم الجدران دي تنقبض اكتر، لما الجدران دي تنقبض اكتر تقوم تزق الولد ده كده، تزق تدفعه كده ينزل اكتر، كل ما ينزل اكتر كل ما عنق الرحم ده يوسع اكتر، كل ما يوسع اكتر يعمل انقباض اكتر في جدران الرحم، ويقعد كل ما الولد ينزل اكتر جسمه بقى ينزل، كل ما يمط عنق الرحم ده، وكل ما يتمط عنق الرحم ويوسع كل ما يعمل انقباض اكتر في الجدران دي، يوم الولد ينقبض جدران الرحم تنقبض كده على الولد كده، تضغط عليه تزقه اكتر، وكل ما تزق اكتر لغايه ما الولد ينزل في منطقه الفاجينا وبعد كده ينزل في الشارع، يبقى دي بنسميها عمليه الولاده. دي السايكل، دي السايكل بتاع الهارت فيلير، دي الوفاه، ندخل الهارت فيلير، القلب ضعيف، الكارديك اوتبوت يقل، الضغط يقل، الكورونري بلاد سبلاي يقل، الهارت فيلير او الدوره دي العين بيموت فيها في الاخر، دي اسمها دي سايكل، بتحصل في حاله بنسميها الشوك، هناخدها في اخر الترم الثاني ان شاء الله، اخر محاضره في كورس الترم الثاني كارديو ريسبيراتوري فيتنس ان شاء الله، اسمها الشوك. اي استفسار يا دكاتره؟ دكتور عندي سؤال. اتفضل يا دكتور، اتفضل. الحين الهارت فيلير اول حاجه يصير ويكنس في القلب صح؟ صح. الكاردياك اوتبوت هذا وش يعني؟ يعني كمية الدم اللي بتخرج من القلب. طيب بعدين تروح لل الشرايين، الضغط بيقل في الشرايين عشان ما فيش دم في الشرايين، فلما الضغط يقل في الشرايين يبقى فيش قوة دفع رئيسية في الدم، لأن الضغط الدم ده هو القوة الدافعة للدم في الدورة الدموية، هو اللي بيضخ الدم الأنسجة، فطالما ما فيش ضغط يبقى الدم مش هيمشي كويس في الدورة الدموية، وبالتالي الدم مش هيمشي في الشريان اللي بيغذي عضلة القلب نفسها، عضلة القلب مش هيجي لها تغذية دموية فتضعف أكتر، يحصل هارت فيلير أكتر، وهكذا ونقعد شغالين بالمنظر ده، تضعف عضلة القلب أكتر لغاية ما يعني يموت. غير يا دكتور غير. أوكي. يسأل هو ولا أسأل؟ تفضل يا دكاترة اللي عايز يسأل يسأل، تفضل. في الأنتري ديوريتيك هرمون، انتي ديوريتيك هرمون، هذا الهرمون بيطلع من الغده النخاميه الفص الخلفي لما يقل مستوى الميه في جسمنا، لما يقل مستوى الميه في جسمنا يبقى ما يصحش نفقد اي كميه ميه في البول، فهو بيمنع نزول او بيقلل نزول الميه في البول، اذا احنا محتاجين الميه دي ما يصحش ننزلها في البول، اذا كميه الميه قلت في الجسم يعني في حالات الجفاف مثلا الهرمون ده يبقى شغال على اعلى مستوى ليه، حالات الجفاف بتاع الجسم الهرمون ده شغال على اعلى معدل ليه، لانه بيحافظ على كل قطره ميه في الجسم ما تنزلش عن طريق البول خالص، اليورين خالص يعني، يبقى اسمه الهرمون المضاد لاضرار البول، يعني ما ينزلش بول كتير في اليورين الكلى يعني. يا دكتور في عندنا الووتر بالانس، صوتك عليه شويه الووتر بالانس بالنسبه للاوتبوت
هل أرقام ثابتة حقت السكن والسويتينج والبراز واليورين مهمة مهمة وتحفظ. دكتور يا دكتور تحفظ ال يعني السويتينج كم وال أيوة تحفظ الأرقام العرق كام والستول كام واليورين كام تحفظ الأرقام اللي بعد هي ثابتة على الكل يعني يا دكتور هي ثابتة النسب احنا بقى بنتكلم يا جماعة لما بنتكلم في الطب يا جماعة بنتكلم عن الثبات في شخص وزنه 70 كيلو طوله 170 سنتي وعمره 20 سنة يبقى لازم دي المعايير اللي في السن ده دي تتحفظ على انها نورمال ده النورمال بتاعنا ده الطبيعي في الشخص الطبيعي اللي انا قلته ده طبيعي طبعا. الشخص اللي انا قلته ده دكتور ممكن نخرج اذا ما عندنا اسئلة نعم ممكن نخرج اذا ما عندنا اسئلة اه تفضلوا من اللي ما عندوش اسئلة يتفضل عنده سؤال الأمثلة اللي على البوزيتيف فيدباك ايه ده الميكانيزم هذه يحفظها بطريقه يعني كيف يصير طبعا بقول لك هو ده السؤال الاسئله المقاليه هي دي على فكره يقول لك قول مثال للبوزيتيف فيدباك مثال النيجاتيف فيدباك دي الاسئله المقاليه القصيره اللي بنيجي في الامتحان يعني عندي سؤال اتفضل في البوزيتيف فيدباك يوم نتكلم عن هيرت فيلير بعد السهم الثاني مكتوب سهم نازل ومكتوب اي دي وش معنى اي دي اختصار وش اي دي يا ابني ديكريزد كلمه ديكريزد اخرها اي دي او انكريزد كلمه انكريزد كلمه انكريزد كلمه انكريزد او ديكريزد اخرها اي دي اخرها ديكريز اي اوكي تمام ماشي اللي بعد يا دكتور من أسباب قلت أنت بكثرة الماء أنها تعمل رجفة ورعشة وصرع يعني هل شرط أنه كثرة الماء تسبب الصرع؟ يعني إمتى يا دكتورة؟ إمتى؟ استنيني يا دكتورة عشان أنا عارف هتقولي إيه كثرة الماء دي حاجة كويسة طالما الكلى سليمة يعني تخلص من أي كمية مية بتشربها زايدة لكن لو الكلى فيها مشكلة يبقى المية زي اللي بتشربيها دي تتراكم في الجسم وتعمل حاجة اسمها هيدريشن عملية تميئ ودي مضرة بحالة الجسم ومضرة بالجهاز العصبي وضحت الرسالة شرب المية في حد ذاته حاجة مفيدة جدا طول ما الكلى سليمة عند الشخص ده مية كتير كويس مفيش مشكلة خالص اشرب مية براحتك طول ما الكلى بتاعتك سليمة لو الكلى فيها حاجة شرب المية الكتير يضر بحالة الجسم طيب يا دكتور في سؤال دحين العلاقه بين الدهون والمويه عكسيه صح طيب دحين نحن نعرف انه الانسان لما يكبر المويه تقل عنده هل هذا يعني ان الدهون عنده تي لا يعني ان كتله جسمك كلها قلت بما فيها المويه تمام دكتور بالنسبة للأسئلة المقالية هل نذكر الحالة بالتفصيل أو نكتفي أنه نسمي الحالة؟ يعني إيه مثلا قولي مثال أنه نذكر يعني طريقتها طريقة الحالة وإيش بيصير وسببها يعني مثل النيجاتيف فيدباك لل أيوة يعني في الأسئلة المقالية ممكن يقول لك إيه سؤال أو إيه الميكانيزم اوف بوزيتيف فيدباك ميكانيزم شوفي اشرحي البوزيتيف فيدباك ميكانيزم في الهارت فيلير يبقى اضطر تشرحيها هتقول هارت فيلير بيقلل الكاردياك اوتبوت بيقلل البلاد بريشر بيقلل الكورونري بلاد فلو يقلل يعمل هارت فيلير يعني يقول لك ايه هيقول لك السؤال كده يعني كلها نقاط ورا بعضيها بس بسيطه مش حاجه كبيره دي حاجه بنعتبرها بسيطه في الطب سؤال بسيط يعني يقول لك ايه اشرحي اللي بيحصل في الهارت فيلير في البوزيتيف فيدباك ميكانيزم تقول بقى اللي انا قلته هارت فيلير يؤدي الى نقص الكارديك او البوت يؤدي الى نقص الارتيريال بلاد بريشر ضغط الدم يؤدي الى نقص الكورونري بلاد فلو يؤدي الى هارت فيلير اكتر دي اسمه بوست يبقى وفي سؤال ثاني يقول لك ايه بقى قولي اكزامبل اشرحي جيف ان اكزامبل قولي مثال للبوست فيدباك ميكانيزم او مثال ايه هتقولي بس بص الاجابه نمبر 1 هارت فيلير نمبر 2 ليبر خلص السؤال يبقى لما يقول لك قولي اكزامبل مثال يبقى تكتفي بالمثال فقط في نقاط بسيطه لما يقول لي مثال تقول المثال فقط دون شرح لكن لما يقول لك بقى اشرحي شبه منشن او ديسكرايب يبقى ديسكرايب او منشن ذا بوزيتيف فيدباك ميكانيزم ان هارت فيلير يبقى لازم تشرحيها
يقول لك ديسكرايب البوزيتيف فيدباك ميكانيزم في الليبر في الولاده تشرحيه زي ما انا عملت كده بالاسهم كده خلاص تمام الله يعني حسب السؤال حسب السؤال يا دكتوره بس كلاهما اسئله مقاليه كلاهما هي صور مختلفه للاسئله المقاليه يا دكتور معلش دكتور الاوسمولاريتي هذه الاوسمولاريتي ها اي الاوسمولاريتي هذه ايش وظيفتها بالضبط يعني بس طيب انا استاذنك بينها. انا استاذنك في المحاضره الجايه على طول ان شاء الله اللي هي الممبرين ترانسبورت انا هشرحها بالتفصيل الاوزموزيس والاوزمولاريتي بالتفصيل دكتور بس في سؤال الحين في السويتنج واللي هي النسب هذيك لو مثلا في السويتنج زاد 100 وفي اليورين نقص 100 مثلا بس يعني المجمل فقد 2400 هلا ولا اي حاجه يبقى تمام ده هوميوستاسيس في حد ذاته على فكره ده هوميوستاسيس مفيش مشكله يعني عادي انه مثلا يزيد 100 وهناك وينقص عادي خالص يعني هو انت اللي هتلاحظها هتلاقيك في الصيف مثلا بتعرق كتير بس على حساب حجم البول يعني حجم البول يقل في الصيف والعرق يزيد ماشي ده طبيعي في الشتاء العكس العرق يقل وحجم البول يزيد ده طبيعي برضه وده طبيعي عشان نحافظ على كميه الميه ثابته ما واحد يزيد الثاني يقل لكن الاثنين ما يزيدوش كده والاثنين يقلهم ده مشكله ايه تمام صح كده غير دكتور انا عندي سؤال عن السلايدات اتفضل الحين احنا نذاكر اذا جينا نذاكر من السلايدات اللي موجوده في البلاتفورم اللي هي الشباتر فيها قليله صح صح بص خلينا نركز معايا بقى ركز معايا اعتقد اللي هيقرا وهيسمع المحاضره هيبقى فيها فرق شاسع بين الاثنين انت تقرا كده خلاص وتسمع المحاضره فانا نظامي عشان تبقوا متعودين ان هديكم محاضرات كتيره يعني عدد رهيب من المحاضرات الحقيقه فعشان تعرفوا السيستم اهوت وان متفقين انت هتشوف المحاضره اللي على البلاتفورم وتحطها قدامك وانت بتسمع المحاضره المسجله دي بتسمع محاضره مسجله اي حاجه هقولها نوتس زايده في اي حته تقوم تزودها انت كده بس نوتس بسيطه على المحاضره بتاعه البلاتفورم ده نظام المذاكره في محاضراتي عشان ما هو ده نوع من انواع هاو تو ستدي ازاي تذاكر فالمفروض ان كل دكتور بيشرح حاجه يقول لك هتذاكرها ازاي انا بقول لك اهو طريقه مذاكره بمحاضراتي انا هتجيب المحاضره اللي على البلاتفورم وهتفتح المحاضره المسجله دي تسمعها وتشوفها وتشوف اي نوتس انا بقولها او اي معلومات كلمه زياده مش عارف معلومه تناولت موضوع بطريقه معينه عملت مخطط لمثلا في كلام كده كتير موجود في البلاتفورم وانا عملت له مخطط يبقى انت غير الكلام ده واعمل المخطط اللي انا عامله في المحاضره يعني اعمل مخطط زي اللي انا عامله في المحاضره بالظبط يسهل عليك المذاكره وهكذا يعني انت تبص للمحاضره بتصرف دي اللي انا عايزه وده مقصود على فكره انا قصدها لانك لازم تبقى اكتف يبقى انا كده لازم تبقى اكتف يعني ايه لازم ارجع بيك تاني للستودنت سنتر ليرنينج لان لو مشيت انا معاك كده وتاك هو خلاص ذاكر على البلاتفورم وخلاص يبقى انا كده مشيت للنظام التقليدي في الطب رجعت تاني القديم بقى يبقى ده نظام سبون فيدنج يعني او هو ذاكر يا ابني وروح كبه في الامتحان فانت لازم انت تبقى اكتف يعني ايه يعني انت تسمع المحاضره لقيت في كلمه زايده الدكتور تناولها بطريقه معينه عجبتك الطريقه اللي تناولت بيها العرض ده يبقى غير العرض اللي في البتاع ده وارسم بقى مخطط ومرسم مش عارف ايه افرض انا جبت صوره وضحت الكلام ومش عارف يعني انت لازم يبقى في اكتيفيتي في نشاط من ناحيتك وانت بتذاكر حتى في الفاونديشن بلا بس غير طب يا دكتور الاسماء اللي تكون مثلا في الصور هذه نحفظها مثل الرحم الاعضاء والاجزاء من يا ابني ما هي لا الصور لا الصور دي مجرد صور توضيحيه في المحاضره الصور مجرد يعني في بعض الصور بتعرض وفي صور مهمه احيانا لكن الصور اللي عرضتها النهارده الرحم والحاجات دي ده مجرد بس ايه صور توضيحيه عشان تفهم بس الكلام طب يا دكتور يعني دحين مثلا لو زاد البوتاسيوم بالجسم كم المده اللي ما ياثر فيها على باقي الجسم حتى يرجع طبيعي ده جميل ده يتوقف على وظائف الجهاز الغدد الصماء ووظائف الكلى اللي ما نقدرش نجزم براي قاطع في هذا الموضوع اذا كانت وظائف الكلى سليمه جهاز الغدد الصماء سليم متمثلا في هرمون الالدوستيرون والكورتيزول وكده والانجيوتنسين 2 لو الهرمونات دي متظبطه وبتشتغل بصوره طبيعيه ما انا مفيش خوف خالص ممكن هنفضل يعني فتره طويله ومفيش مشكله ويتظبط ويبقى زي الفل غيره دكتور الكومبوزيشن اوف بادي فلويد ايوه الارقام اللي حاطه بس ان نعرف انه البوتاسيوم دائما يكون جوه الخليه اكثر لا. من اللي لا 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 الارقام بالظبط كما ارقام تحفظ كما ذكرت في المحاضره لان ده مش قصر على المحاضره دي فقط ده هيخدم عليا في المحاضره في الحلقه الثالثه هشرح في الحلقه الثالثه حاجه اسمها الريستنج ميمبرين بوتنشال واكشن بوتنشال وكلام كبير كده
لا انا محتاج الارقام دي بالتحديد يعني لازم تكون حافظها ارقام تحفظ. طيب يا دكتور انت الصوديوم الـ NA تركيز الصوديوم خارج الخليه في الرسمتين في رسمه 140 وفي الجدول 145 ارجع بقى للكلام اللي انا قلته. انت كده جاوب على نفسك، انت جاوب على نفسك، تعرف تجاوب على نفسك ولا ما تجاوبش؟ جاوب انت لو انت فهمت المحاضره هتجاوب. ان قلنا لما نتكلم عن ارقام في الطب بنتكلم عن رينج، رينج بقول من كذا الى كذا، فطبعا في الرينج ده واقع في الرينج الطبيعي 140 145 ده الرينج الطبيعي بتاع الصوديوم، ده الطبيعي الاثنين طبيعيين قيمه طبيعيه. لكن لما اقول يبقى انا لما اجي اشرح في المحاضره بجيب متوسط، مره اقول 145 مره 140 مره الى اخره، لان هو الطبيعي في بتاع الصوديوم على فكره الصوديوم من 135 ل 145 يبقى المتوسط 140. الصوديوم دكتور اي قيمه هتذكر كلها صحيحه، لان احنا بنتكلم في بني ادم فهو رينج يتراوح من الى، مفيش رقم ثابت كده تقول ماشي غيره. طيب دكتور لو كان 145 بيكون برا 4.5 بوتاسيوم؟ مش شرط، لا مش شرط، يكون قصدك جوه مش برا، جوه ليه اذا كان جوه 145 لا يعني مش شرط يا حبيبي مش شرط غير. ليه؟ البوزيتيف النيجاتيف دايما كويس، نيجاتيف البوزيتيف زي ما انت شفت احيانا كويس واحيانا وحش، لكن على فكره الميكانيزم الرئيسي في جسمنا مين الكويس دائما، مين الكويس دائما، كويس دائما نيجاتيف، نيجاتيف دائما كويس، يبقى ده الميكانيزم الرئيسي في جسمنا، الميكانيزم الرئيسي هو النيجاتيف. انا مش عايز ادخل في التفاصيل اكتر، انا هقول لك شوف هقول لك جمله اهو، حتى البوزيتيف لو حصل البوزيتيف النافع لو حصل بيخدم على النيجاتيف. بلاش الجمله دي عشان ما دي ايه اما تكبر شويه ان شاء الله في سنه ثالثه نبقى نفهمها لك. يعني حتى البوزيتيف فيدباك ميكانيزم النافع فيهم بيخدم على النيجاتيف، يعني بيخدم النيجاتيف فيدباك ميكانيزم. كمل غير دكتور في عندي مره قليل غير عن اللي 47 اللي شرحناه الحين ارسلته علينا، فانذاكر ضبط يعني قلت له يا دكتور اقول ان الشابتر هذا دكتور انه 11 سلايد وهنا 49 فرق الشاشه. انا مش يعني مش عارف اسمع مين فيكم، وعايز واحد يتكلم، واحد بس اللي يتكلم. هو كان السؤال معاي بس الله يهدي، انا قلت دكتور ان الشابتر هذا اللي كان في البلاتفورم كان 19 سلايد والموجود هنا ارسلته علينا 47 سلايد، فنعتمد ايات لذلك نعتمد ايات اي واحد فيهم اللي موجود في البلاتفورم. كبير يا دكتور، يا دكتور يا دكتور يا دكتور انا قلت لك العرض مختلف، انا ممكن سلايد واحده في البلاتفورم سلايد افرطها اربعه، سلايد واحده افكها اربعه عشان العرض، العرض يا حبيبي العرض مختلف، معرض محاضره غير بسمعها غير اسمعها، ما انا اللي عامل الاثنين يا ابني، انا بكرر انا عامل الاثنين، انا عامل دي وانا اللي عامل دي. لما بعرض يا ابني بجيب صوره، يعني مثلا الصور اللي بتاع اليوترس والحقيقه بجيب صور استشهد بها في المحاضره، المحاضره العرض مختلف يا ابني، يعني انا مش معقول ابقى زيك، مش معقول ابقى زيك يعني ايه او ما اسمع المحاضره كده اقراها وخلاص، ما تروح تقراها انت، ما انت قادر انت تقراها، انا كدكتور كمحاضر لابد ان استشهد بصوره واستشهد مش عارف بايه يمكن اكتر من موضوع، بقعد الف وادور حواليه واعرض لك اكتر من صوره عشان تفهم. العرض في المحاضره ابني مختلف، المحاضر يختلف عن حضرتك في المذاكره، يعني انا ممكن الواحده السلايد ممكن اجيب لها 5-6 سلايد في المحاضره عشان تفهمها، بجيبها لك بطريقه كده بطريقه مش عارف. انت لو لاحظت انت في العرض هتلاقيني بكرر المعلومه، لو لاحظت في العرض هتلاقيني بكرر المعلومه، السلايد دي ما هي اللي قبلها بس بطريقه مختلفه هي اللي قبلها، فهمتني؟ فهمت دكتور. العرض يا ابني مختلف، يعني انت هو الكلام انا قلته، يعني الكلام واضح وصريح، كلام كالاتي، هتذاكر اللي على البلاتفورم وهتسمع المحاضره، واي زياده في المحاضره هتعمل لها نوتس على اللي بتاعت نسخه البلاتفورم، بس هذا الخلاصه بتاع الكلام. اذا طلعت بمعلومه دكتور عندي سؤال على فكره بالمناسبه، دي الريفرنس بتاعت المواضيع دي، اللي عايز يلجا للريفرنس تحت امره زي ما وعدتكم ان انا بكتب لكم الريفرنس، هذا الريفرنس اهو مراجعيا بتاعت المحاضره دي، بس هو الريفرنس دي لمن يريد،
يعني هو المعلومة هنا المحاضرة كافية، المحاضرة كافية بما يخص الامتحان، لكن في طلبة بتحب تستزيد بالمعلومات، هو ده الريفرنس اللي بيكون يبص فيه يعني. عايز يبص في حاجة. دكتور تي بي دبليو اختصر لي ايه؟ تي بي دبليو. ايه بي بي دبليو دي؟ هي بلازما ووتر 5% of تي بي دبليو ووتر، توتال بادي ووتر. اه تمام دكتور، توتال بادي ووتر. الأمثلة اللي تحت النقد في بلاد فد بلاك نحفظها؟ الإيه؟ قولي تانية يا دكتورة كده؟ اللي هو بوزيتيف أند نيجاتيف فود باكس نحفظها الأمثلة ده؟ هنحفظ إيه؟ ما إحنا هنحفظها يعني مثلاً أهو شوفهم يعني اللي ردنا على الأخ الزميل، ما هي دي الصورة دي هي نفسها، بص دي طريقة أهو هي نفسها بس بصورة دياجرام. ده انا بعلمك تذاكر ازاي او تعمل دياجرامز كده وانت بتذاكر. بص هي نفس البتاع دي بالهارت فيلر اهي، هي ديت هي دي اهي، بص هي دي هي ده هي نفسها، خلي بالك يعني هي نفسها دي. شوف الموضوع الواحد بعرضه باكتر من طريقه، الكلام اهو ده الكلام لكن بترجمه الى صور اهو، دياجرام اهي، هي دي هي ده، بص هي نفسها اهي قدامك اهي، هي دي. فهمت يا ابني اللي بيقول السلايدز عددها كام ومش كام؟ العرض كمحاضر يا ابني ان الدكتور لابد ان يوصلك المعلومه باكتر من طريقه، لما تيجي تقراها تلاقيها سهله بقى في البلاتفورم. انت بتقول يا دكتوره مثلا اهو ده بصهم اهو ده يتحفظ كده، يتحفظ كده اهو، يعني ده يؤدي الى ده يؤدي الى ده يؤدي الى ده، تحفظه اهو. ده بيجي سؤال مقالي على فكره، ده سؤال مقالي. والهارت فيلير اهو الكلام اهو، اهو ممكن تكتبها كده في الامتحان وممكن تكتبها كده حسب كما يروق لك، ممكن تعملها كده تكتبها كده او تعملها كده اهو، هي نفس المعلومه. الطالب اللي بيسال عدد السلايد ومش عارف ايه، يا ابني هم يا ابني، بس طريقه العرض مختلف، مش ده جلوكوز يا ابني، ده جلوكوز اهو، دي طريقه عرض اهو، عرضوا لك بطريقه، وده طريقه ثانيه اهي، دي طريقه ثانيه، ودي طريقه ثالثه اهي. الجلوكوز يعني اهو جلوكوز طريقه ثالثه اهو، كتابه ودياجرام. ما اعرفش وصلت الرساله ولا هي دكاتره يا جماعه. انا مش الدكتور مش بيسمع المحاضره، مش قاعد اقرا لك المحاضره، ما انت قادر تروح تقراها في بيتكم، ما تحضر المحاضره ليه؟ عشان تفهم. غير في نقطه ما فهمتها يا دكتور، اللي هو ترانس سيلر فلويد، هذه وش يعني الايه؟ الترانس سيلر فلويد اللي هو السوائل عبر الخلايا، وش هذا يعني؟ يعني اللي داخله خارجه، اللي داخله خارجه، اللي بتنتقل من جوه وبره، اسمها ترانس سيلر، يعني في سوائل طالعه داخله، مش ثابته بره ولا ثابته جوه، تنتقل جوه بره الخليه. غير دكتور عادي تعيد سلايد 17؟ مين سلايد 17؟ 17 في العرض بتاعي ولا في ايه؟ انهي سلايد؟ عنوانها ايه؟ عنوانها ايه؟ عنوانها حقه ال ما اعرف انطقها، اسوماتيك بريشر كده، الاوزموتيك. أنا سلايد فيها الصوديوم والكلور والمغنيسيوم. أيوة يا دكتورة هي دي، وأموري ما فهمت دكتور هنا، يعني الحين إيش يعني مو فاهمة إيش المهم هنا، يعني أحفظه ولا إيش أسوي؟ لا تفهميها لغايه انا اشرح الاوزموزيس ده، اسمه بيشر ده اشرحه بالتفصيل في محاضره الميمبرين ترانسبورت ان شاء الله الاسبوع ده ان شاء الله يعني، لكن دي فهم فقط، دي مش للحفظ في المحاضره دي، هي دي برضو للفهم، يعني في سلايد للفهم. بمعنى يعني ايه اوزمولاريتي؟ اوزمولاريتي يعني تركيز المواد ده في الميه، هنا الميه جوه الخليه، وهنا الاوزمولاريتي بره هنا، يعني معناها تركيز المواد دي في الميه هنا، فتركيز المواد دي مجمله مجموعها بيساوي تركيز المواد دي، طالما تركيز المواد دي قد تركيز المواد دي يبقى الاوزمولاريتي هي ذا سيم، هي شوف بره زي جوه. طب هي طب انا يعني ايه اللي يفيدني ان هي تبقى جوه الخليه زي بره الخليه؟ ان الميه ولا داخله ولا خارجه، الميه اللي هنا في حالها والميه اللي هنا في حالها، ولا بنشد ميه جوه الخليه ولا بنشد ميه بره الخليه. خلاص وصلت الرساله يا دكتوره؟ اوكي يعطيك العافيه. الله يخليك سيد. غيره؟ خلاص تمام كده، شاكرين لك يا دكتورة، يعطيك العافية، ربنا يكرمك. دكتور
واي استفسار يبعتوه على الواتس يعني، لو اي استفسار انا تحت امركم على الواتس يعني مش مشكله. يعطيك العافيه.